اهلا بكم. هذا يوم هام للغايه في عالم الاسنان، في معلومتين شديدي الاهميه والحقيقه الاثنين يعني ملفتين للنظر جدا. المعلومه الاولى بتقول ايه؟ انه تسوس الاسنان له تاثير كبير جدا على اداء، تاثير خطير على اداء لاعبي كره القدم ونجوم المهره في الكره العالميه. الدراسه دي اتعملت على 187 لاعب، دراسة اتعملت على 187 لاعب فين؟ في كل الأندية اللي في البريمير ليج في الدوري الإنجليزي، منها مثلا هال سيتي، مانشستر يونايتد، ساوثهامبتون، كارديف، شيفيلد يونايتد، حتى بره إنجلترا، ويست هام، كل دول اتعمل عليهم هذه الدراسة. ولقوا إن حاجة غريبة جدا بقى، لقوا إنه ما يقرب من 4 من أصل كل 10 لاعبين محترفين عندهم تسوس في السنان، ولو ان 1 من كل 20 لهم او عنده امراض لسه غير عادية ومزمنة وصعبة العلاج على حد تعبيره. الدراسة قالت انه هناك علاقة وثيقة جدا بين تناول المشروبات الرياضية المحفزة للرياضة وبين هذه الآلام وهذه المشكلات، لان المشروبات الرياضية لقوا ان ليها تأثير خطير جدا، الحمض الموجود فيها له تأثير على مينة الأسنان وبالتالي هيؤدي هذا الحمض إلى مشاكل عديدة جدا. طبعا المعلومة الثانية المهمة وبرضو متعلقة بلعبة الكرة، إنه مشاكل الأسنان وألمها تؤثر على وجع الظهر، تؤدي إلى مشاكل في الظهر، مشاكل أيضا في العنق، فقرات العنقية، ولقوا إن عدم الانغلاق الجيد للأسنان يؤدي إلى مشاكل في الرأس، في العنق، في الظهر، وبالتالي مشية الإنسان هتبدأ تتأثر لو عنده مشاكل في أسنانه. الله، ده موضوع كبير جدا، ده موضوع كبير جدا. ده السنان يعني الدراسة بتقول إنه أمهر لعيبة كرة القدم في العالم يتأثر أدائهم بأسنانهم. ده الموضوع في منتهى الأهمية. تعالوا النهاردة نعيش مع عالم الأسنان، وعندنا النهاردة قصص مهمة جدا جدا، وهسأل ضيفي العزيز هل هذا الكلام مع الناس اللي عندهم رياضة عنيفة إذا كان ده بيأثر عليهم، فبقى لك الناس اللي مش رياضيين أكيد هيتأثروا أضعاف أضعاف هذا الأمر. ضيف العزيز هو واحد من البارزين جدا في هذا المجال، وأداؤه الفني والعلمي المقنع جدا فرض نفسه بأسلوبه الخاص وبطرحه المتميز الخالي غالبا من زي ما بيقولوا الفليفرز، لكن مليء جدا بالمادة الدسمة العلمية التي تؤثر بالتأكيد في مفهوم الناس وثقافتهم حول عالم طب الأسنان. الاسم المتميز اللامع في هذا المجال الأستاذ الدكتور كريم إبراهيم. الماشين ما بتشتغلش لوحدها، دايما في حد بيشغلها، وبالذات في نقطة الديزاين. أفكار الناس عن الزراعة ساعات بتبقى غلط خالص. مش معنى ان انت فاقد مثلا 12 سنه انك هتحط 12 زرعه. في انجلترا يحاكموا الدكتور اللي يعامل مريض السكر اكنه اقل من اي مريض عادي. في تخصص نقدر نقول اهم في طب الاسنان. علميا مفيش حاجه اسمها كده. اعلى تريتمنت اوبشن في العالم في تعويض الاسنان هو الامبلانتس، هو الزراعه. نسبه السكسس ريت بتتخطى ال 95%. الأستاذ الدكتور كريم إبراهيم، زميل الكلية الملكية لتجميل الأسنان، جامعة إيدنبرا، استشاري التركيبات الثابتة لتجميل الأسنان، المدرب المعتمد ببرنامج الزمالة الدولي لتجميل الأسنان. ضيف العزيز القيمة العلمية المتميز الأستاذ الدكتور كريم إبراهيم، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، منورني. الله يخليك. عايز أبدأ الأول قبل في سؤالين مهمين، هبدأ بالسؤال الأول، إيه رأيك في الكلام اللي إحنا قلناه دلوقتي؟ يعني زي ما بنقول إن الرياضيين فعلا بيتعرضوا ل tough لايف ستايل زي ما بيقولوا، أو يعني لايف ستايل ما فيهاش الرفاهية أو الوقت الكتير اللي يقدروا يحافظوا فيه على أسنانهم. بالتالي لازم يهتموا بأسنانهم، أسنانهم بتؤثر في حياتهم وبتؤثر في الكارير بتاعهم بشكل كبير. انا عندي في مصر لعيبه كوره كتير جدا كانوا في فتره بيهتموش باسنانهم، دلوقتي معظم لعيبه المنتخب بنقابلهم وبنشوفهم ونحاول نخلي وضع اسنانهم في وضع جيد، ورغم ضيق الوقت عندهم يعني ممكن يبقى عنده معسكر ويهرب من المعسكر ساعتين ويجي لنا عشان يقدر يخلص اسنانه، بس يعني في النهايه لعيب الكوره طول ما شكله كويس وصحته كويسه بيقدر يكمل حياته بشكل كويس. وجع الأسنان من أشد الوجع اللي ممكن يعرضه لتوقفات ويعرضه لمشاكل في ظل كارير ما ينفعش يتوقف فيه بالشكل ده. عظيم.
عايز ابدا الاول على سؤال تاني بقى، السؤال المهم التاني، سؤال يعني فني شويه. احنا في مصر ما عندناش فكره انه المريض يدخل يسال دكتور على شهادته، ما عندناش فكره انه المريض يدقق في شهاده الدكتور تدقيق محترف، تدقيق حقيقي. احنا بنشوف شهادات متعلقه على حيطه كتيره متبروزه كويس، معظمها مكتوب بالانجليزي وقليل منها المكتوب بالعربي، فبنقول والله ده شيء جميل حلو جدا برافو. وشهادات كل ما تكون عددها اكبر كل ما انا هبقى مبسوط وعندي ثقه اكتر. واحد منا يكون محترف شويه او فاهم شويه فيدقق فيلاقي ان معظم هذه الشهادات ليست شهادات ولكنها اي شيء اخر غير الشهادات. ممكن تكون مثلا حاجه تدل على انه حضر في مؤتمر في الحته الفلانيه لكن هي متعلقه على انها شهاده. يعني ايه رايك في الفكره دي؟ والله دكتور ايمن انا وحضرتك ياما اتكلمنا في نقطه الشهاده دي، وياما نبهنا ان كل واحد لو اشتغل في مجاله بالشكل اللي يليق بيه هيبقى الوضع هيتغير بشكل كبير بالذات في المجال الطبي. حضرتك ناديت ان اللي يقدم برامج طبيه مفروض لازم يبقى طبيب عشان يقدر يحاور. ما ناديتش انا اتبح صوتي. بالظبط، يعني لان انت لو مش طبيب هتحاور الدكتور اللي قدامك ازاي؟ لا لازم يكون، بص هو لازم يكون في ثلاث حاجات، اولا يكون طبيب، ثانيا لازم يكون شاطر، ثالثا لازم يكون كاريزما اعلاميه، يعني بيعرف صحيح يعني صحيح. عارف ادوات الاعلام، درس اعلام، وانا يعني ده دي دراسه لازم تاخد بكالوريوس اعلام. صحيح. ثم يكون بدون تحيز او توجه معين. وفي نقطه كمان دكتور ايمن، يكون عنده الجراه انه لما يحس ان الكلام مش ماشي في التراك الطبي وماشي بيزنس بيوقف الدكتور ويتكلم معاه. ما يكونش عنده تحيز. بالظبط. يعني ايه ما عندوش تحيز معين؟ يعني ما عندوش تحيز لشخصيه معينه او لحد معين او عامل حكر لشيء معين في التراك بتاعه، وده مهم قوي. فبالنسبه لنا في المجال الطبي نفس القصه، انا لما رجعت من انجلترا لمصر لقيت معظم السيفيهات اللي انا بشوفها سيفيهات وهميه، يعني ما فيهاش شهاده تدل. فاحنا لازم نقول ان طول ما شهاده الدكتور موجهه من الجامعه تعني ان الدكتور ده حصل على شهاده محترمه، ما عدا ذلك من الخزعبلات اللي بنسمعها في مصر، جمعيات واكاديميات و و و و، كل ده لا تعني غير انه حصل على البكالوريوس فقط. ودي نقطه مهمه، المريض ما يتكسفش انه يسال عنها. يعني انا بقولها اهو صريحه، ما تتكسفش تسال الدكتور وتقول له ارجوك وريني شهادتك، اشرح لي الشهاده دي موجوده ازاي او جايه منين، لان دي حاجه مهمه وده حق اصيل للبيشنت. طب لو اتسال ولقى اللي قدامه بيتنرفز عليه، يبقى الدكتور ده اكيد عنده نقطه ضعف في الحته دي. ولازم يبقى فاهم ان طول ما الدكتور بيفتخر بشهادته ومبسوط انه بيتسال عليها دي حاجه عظيمه، طول ما بيتنرفز معناها ان دي نقطه ضعف عند الدكتور وانت دوست عليها. فريق العمل المتكامل داخل العياده، هل ده يعني انه ما بيبقاش فيه ليدر فوق فريق العمل؟ والله احنا يعني ما بين نارين، ما بين ان الناس تفهم الفكره المظبوطه، احنا نادينا بكتير ان ما فيش دكتور بيعمل حاجه لوحده، يعني لازم معاك فريق عمل من المتخصصين عشان تقدر تشتغل. بس اكتشفت ان في خطط علاجيه كتير فشلت وعمليات تجميل وزراعه كتير فشلت بسبب عدم وجود الدكتور الريستوراتيف اللي بيقود المجموعه دي. واحنا هنا واحنا بنشرح حالاتنا هنوريكم عملي، لو الدكتور القائد بالمعنى اللي المريض يفهمه يعني مش موجود، ازاي بتاع علاج اللثه هيغلط؟ ازاي بتاع علاج الجذور هيغلط؟ ليه؟ لانه مش شايف الصوره كامله، هو شايف الجزئيه اللي بيشتغلها بس. فانا مع ان يبقى موجود متخصصين في كل التخصصات عشان يقدروا يدوا للمريض اعلى جوده في كل تخصص، لكن في حاله عدم وجود دكتور شايف الصوره كامله وبيقود كل متخصص انت في خطر، لان المتخصص ده مهما كان شاطر في مجاله هيغلط لانه مش شايف صوره الابتسامه بتاعتك كامله او صوره حاله الزراعه بتاعتك كامله، فبالتالي غلطات متكرره. وهنشرح ده عملي النهارده من خلال حالتنا، الحته اللي كان ممكن المتخصص يغلط فيها لو القائد مش موجود. ففي بنقولها صريحه، في حاله عدم وجود الدكتور القائد اللي انت رايح له وقابلته متخصصين بس، افهم ان انت عندك خطر كبير ونقطه ضعف كبيره في الخطه العلاجيه اللي اتحطت لك. ونداء برضو للدكاتره، في حاله ان انت مش فاضي تتابع الخطط العلاجيه اللي بتتم عندك، ارجوك افتح اي مشروع تاني غير المشروعات الطبيه، لان كونك دكتور يلزمك انك تتابع كل الخطط العلاجيه اللي موجوده عندك عشان تطلع اعلى جوده. طيب من ضمن البرنسبل الاساسيه في الطب، بس دي زي ما بيقولوا داخل كل طبيب من الجيل بتاعنا القديم، انه يتوقع احيانا انه يغلط. يعني دي من الحاجات اللي احنا كنا نتعلمها، انت لما هتغلط هتعمل ايه لو غلطت؟
هل المتخصص عندما يخطئ ده شيء مقبول أم غير مقبول، وكيف يتصرف عندما يخطئ؟ والله المتخصص بيغلط لما يعدي الحدود، يعدي اللاينز اللي انت حاططها له. انا دلوقتي لما برسم خطة لفريق العمل عندي، انا عندي 18 دكتور، فالسيطرة على ال 18 دكتور انهم ينفذوا لي اللي انا عايزه دي حاجة مش سهلة. فاحنا بنرسم خطوط عريضة لكل متخصص، انت هتتحرك في الحتة دي وتنفذ لي المنطقة دي بس، وبعد كده تسلم المتخصص اللي بعدك او هيرجع لي وارجعه لك تاني وهكذا. فالمتخصص في حالة عدم وجود الدكتور اللي بيتابع الحالة كاملة وابتدى يشتغل من دماغه، هيفرق جدا لما يغلط لازم يرجع يقول انا عديت الحتة دي ومش فاهم ايه اثارها على المريض. فاحنا لازم برضو في الاخر نأكد على نفس النقطة، عمل جماعي، تيم وورك، فريق عمل بيشتغل كله مع بعضه. لانك لو اشتغلت لوحدك مهما كانت مهارتك هتحصل ان انت عندك نقط ضعف انت مش شايفها، فالمريض في الاخر مش بيحصل على النتيجة اللي هو عايزها. ففي الاخر نفس الإجابة، عمل جماعي، تيم وورك، عشان تقدر تحافظ على الخطوط اللي رسمها لك الدكتور فتشتغل عليها، وفي الاخر كلنا مع بعض نطلع نتيجة عظيمة. لو الحالة في الاول ما درستش بدقة، ما تصورتش صح، ما خدناش وقتنا مع الحالة في تحليلها، في تصويرها، في ان احنا نبقى فاهمين مشاكلها، كلفتنا شوية او ركزنا على مشكلة وسيبنا الباقي، ايه اللي يحصل؟ والله دكتور ايمن، انا دلوقتي يعني هعمل حاجه كل ما حد في مصر يسمعها يقول لي يعني دي غريبه جدا، مع اني كانت في انجلترا القصه دي منتشره. انا عملت استوديو تصوير عندي في في في, في المركز. يعني انشات مكان استوديو تصوير زي البروفيشنال فوتوغرافرز يعني، واضاءات وحاجات، وهنوري الناس قد ايه الصور تفرق، قد ايه الصوره من الاتجاه ده غير الاتجاه ده. يعني انا ممكن اصور صوره وابص عليها تضيعني في البلان، تخلي حالة التجميل مرعبة. فمهم قوي ان انت لازم المريض يبقى عارف ان الدكتور بيدرس الحالة، بيحللها. انا زي ما قلت انا بشتغل على حوالي 21 صورة في الكيس، 21 صورة قبل ما اشتغل مع المريض، اشتغل على 3 فيديوهات. ففي حالة عدم دراسة الصور دي وتحليلها بالشكل الجيد، وده هنوضحه عملي للناس، كل صورة كانت فايدتها ايه وشغلها ايه، المريض هيبقى عارف دايما ان هو بيشتغل باي لك او بالحظ. يعني انا دايما يجي لي السؤال ده، هو دكتور انت ليه مكبر القصه كده، انا عندي دكتور ايده حلوه جدا وايده تتلف في حرير يشتغل ويطلع لك سنان بيضه وحلوه وزي الفل. فاحنا دورنا هنا ان احنا نوري الناس ان احنا مش مكبرين القصه. يعني التجميل والسمايل ديزاين قصه كبيره، هي اصلا كبيره، لو ما عملتهاش وركزت فيها مش هتطلع نتائج عظيمة. واحنا قلنا هنا وعندي فنانات بيعانوا من تجميل عملوه، عندي ناس كتير بتعاني من تجميل عملوه نتيجة عدم فهمك وعدم تقديرك للحاجة اللي انت بتعملها. فمهم قوي ان انت تتعب وتشتغل كتير واغلط. انا ما عنديش مشكلة ان اي دكتور عندي يغلط في حالة ان هو تعب واشتغل، لكن باي لك كده من غير ما تصور العيان، من غير ما تاخد له فيديوهات، من غير ما تدرس حالته وتغلط، انت السبب فيه، انت متعمد ان انت تغلط، ودي نقطة مهمة قوي. هذهب الى الحالة الأولى، عندنا حالة أولى مهمة بالزبط. جدا الحالة دي عنوانها الأساسي أنه معظم الناس في مصر عندهم كوارث في بقهم، مش مشكلة واحدة، دي مشكلات عديدة. وهنا تكمن جملة طبية في منتهى الأهمية، هي عندنا في المخ والأعصاب لها أهمية اسمها إعادة تأهيل الجسم. هل أنتوا عندكم إعادة تأهيل الفم؟ دي كلمة صعبة قوي. طبعا فول ماوث ريهابيتيشن او الفول ماوث ريهاب ده هي اصلا يعني يعتبر بره في انجلترا ما يستخدموش ابدا كلمه كوزماتيك، دي نادر لما حد يقول ان الحاله دي تجميل، هو كله عنده ريستوراتيف او اعاده تاهيل الفم، الفول ماوث ريهاب. الفول ماوث ريهاب عشان الناس تفهمها بالشكل البسيط، خلينا نشوف اول صوره عندنا عشان يفهموا ان اول ما هنشوف الكيس دي هي حاله اعاده تاهيل للفم. بيبقى المريضه او المريض بيعاني من مشاكل كتير جدا، منها تسوسات، منها تصبغات، منها خلع الأسنان قديمة، منها عدم انتظام الأسنان، مشاكل كتير لا تعد ولا تحصى. أنا مثلا ممكن في الكيس دي اشترك فيها حوالي 10 دكاترة وابتدينا نشتغل فيها. أنا بشتغل على 45 نقطة زي ما بقول، في دكاترة تانيين زي ما قلنا لو في البداية اشتغل على 23 it's fine جدا، بس كان فيها نقط كتير جدا مهمة قوي إن احنا نشرحها. طيب الصورة دي أول صورة دخلت الاستوديو بتاع التصوير، ابتدت تتصور وابتدوا اول صوره يوروهاني. وعشان اوريك يا دكتور اهميه التصوير، وحضرتك كنت لسه بتسال على النقطه دي، قلت لهم المريضه دي بتضحك عليكم.
قالوا لي يعني ايه بتضحك علينا؟ يعني قلت لهم انت لو اعتمدت في ابتسامتها على الابتسامه دي هتخسر كتير قوي. طب خلينا نشوف الصوره اللي بعديها. انا بقى دخلت لها وصورتها بنفسي. بص يا دكتور الابتسامه دي دي طلعت بتضحك عليهم، طلعت مش مبتسمه الابتسامه الاصليه بتاعتها. فالدكتور في الابتسامه الاولانيه لو جبناهم جنب بعض وابتدى يشتغل على الصور وعلى تحليل الابتسامه هيلاقي ان الصوره الاولانيه اللسه مش باينه فيها خالص. فالراجل هيقول ببساطه لو احنا شفنا الصوره الاولانيه الابتسامه الفيك اللي انا بسميها فيك، هيقول اللسه مش باينه عندي فانا مش هشتغل عليها، بس لو صورتها صح وعملت لها فول سمايل، دي انا خدتها من فيديو، سكرين شوت من فيديو عشان اعرف اخدها، طلعت بتبتسم وبتبين اللسه بتاعتها. فلو انت ما اهتمتش بالظبط يعني جام سمايل قليله، يعني مش جام سمايل بالمعنى الحرفي، بس قصدي اللسه بتبان. لو ما خدتش بالك من دي هتعاني من حاجات كتير. طيب تعالوا نتكلم على يعني ايه ان انا ادرس الحاله من السمايل. لو جبنا الصوره اللي بعديها وابتدينا نركز عليها، عشان دي اول حاجه ببص عليها في المريض، يعني دكتور تاني اول ما يبص على الحاله يقول يا نهار ابيض ده انا هعالج كل الاسنان دي ازاي، انا هجهز بقى الاسنان وابتدي اشتغل واعمل اسنان بيضه وخلاص، وما يفهمش ان في حاجه اسمها الديزاين. اول حاجه دكتور ايمن بنبص عليها في الحاله حاجه اسمها الميد لاين، الخط الوسطي اللي انت هتشتغل عليه. اي حاجه في جسمنا هي مقسومه نصين، عندنا العين بنفس التوازن، الانف، المناخير، الودان، كل حاجه. انا عامل خطين عشان الناس تبص معايا وتركز معايا. الخط الكبير اللي من غير سهم هو الخط اللي بيفصل ما بين الاسنان يمين وشمال، وده مش في المنتصف، وده مش في المنتصف. لو دكتور اشتغل عليه وهو في المنتصف، المريضه دايما تحس ان ابتسامتها معوجه او ان بقها معوج نتيجه ان الدكتور اشتغل على ميد لاين غلط. رحت راسم لهم بقلم تاني وانا بحلل الصوره سهم، عايز اقول لهم ده المنتصف مش ده. فلازم الدكتور يبقى فاهم ان الميد لاين هي اول حاجه لازم تبص عليها في صوره حالتك عشان تقدر تحدد هترسم ابتسامتك ازاي او السمايل هتترسم ازاي. لو رسمت الابتسامه على الخط الاولاني اللي هو الطويل هتتفاجئ ان المريضه كل يوم جايه لك مش عاجبها الابتسامه ومش فاهمه مش عاجبها ليه. اكتر ممثل عالمي عنده مشكله في الميد لاين مين يا دكتور ايمن؟ وده مثل كبير، توم كروز. توم كروز عنده 4 ملي شيفت في الميد لاين نتيجه ان الابتسامه اللي عملها ما كانتش في المنتصف بالظبط. قلت له كده مره كل ما اشوفه في حته اقول له بالاربعه ملي. فده مثل دايما بقوله للطلبه عندي، توم كروز اكتر مثل تبص عليه على الميد لاين. هو كان سنانه بايظه قوي زمان، بايظه خالص، ولما سنانه سيئه جدا بالزبط. يعني كان من الناس اللي عمل، وبعدين برضه هو في عيب في الفك. لا انا قصدي انا بحب التفاصيل الصغيره يعني. هي ابتسامته حلوه ما شاء الله، بس كويسة. بس انا يعني بحب اركز قوي على التفاصيل الصغيره. فلو جبنا ابتسامه توم كروز هنلاقي عنده ميد لاين شيفت. ورينا كده ميد لاين شيفت. عندنا صوره الميد توم كروز؟ لا. طب جهزوا لنا توم كروز عشان انا عايز اتاكد من، بس تكون صوره جديده، لانه ونجيب له صوره قديمه عشان نشوف الراجل ده برضو بالزبط. تغير اهو. برافو عليك يا دكتور ايمن. لو خدت بالك الميد لاين يخرب عقله، ده شفتت على الشمال خالص، ده هناك خالص بالظبط، كانت تحس ان الابتسامه كلها وعلى فكره ده مش حلو التجميل بتاعه بالظبط، مش حلو يعني. هو عملوا له مش حلو، انا قصدي بس طبعا كان سلامه في الاول يعني الشكل القديم. بس عنده ميد لاين شفت وكويس يعني، فريق الاعداد ما شاء الله عليه يعني ان هم يجيبوا على لا عشان صوره عشان صدقني يعني ساكن قريب. فدي انا كنت مركز عليها قوي. يبقى لو احنا بقى بنسال، لو دكتور عنده الاجهزه وانت دخلت لقيت اجهزه كتير، ميد لاين يا جماعه لو خط المنتصف بتاع السنين اللي بين السنتين، ايوه اللي هو الخط الطويل اللي بين السنتين، الخط اللي هو بيقسم السنان يمين وشمال. فلو انت دخلت بصيت على الاجهزه والدكتور مش موجود ساب المتخصصين يشتغلوا، هيكتشف منين ان الضحكه دي الاولانيه فيك، ان المريضه ما ضحكتش؟ انت مش عارف اصلا ان اللسه بتبان نتيجه ان انت مش موجود اصلا. ثانيا الميد لاين، لو سبت الدكاتره يشتغلوا على الميد لاين الفيك ده هتطلع النتيجه زي توم كروز برضه ميد لاين شيفت. ففي الاخر انت عملت ابتسامه بس فيها نقط ضعف. فانا بتاع التفاصيل الصغيره دي بحب اشتغل عليها، فدي تاني نقطه حبينا نوضحها للناس. طب لو دخل هي الست دي كانت جايه تعمل علاج لاسنانها ولا تجميل لاسنانها؟ هقول لحضرتك حاجه يا دكتور ايمن. الست دي قالت لي، يعني هي كانت مدام في قمه الرقيه يعني جميله جدا، قالت لي جمله غريبه جدا، قالت لي انا عارفه ان انا حالتي
وحشه جدا، يعني انا جاي لك وانا متاكده ان انا حالتي وحشه، بس انا عندي تطلعات عاليه جدا، يعني مش هرضى باي حاجه. انا عايزه عشان كده جاي لك انت مخصوص. يعني تخيل مريض في اسفل يعني ليفل من حاله الاسنان، بس بتقول لك من اول يوم انا مش هرضى باي حاجه، اوعى تكون فاكر ان انا هرضى باي اسنان حلوه، لا ده انا عايزه سمايل ديزاين وعشان كده جاي لك. دي صوره تانية. انا يعني احنا هناخد وقت جدا في الصور اللي قبل عشان نوري المرضى ازاي احنا بنحلل الابتسامه، ونوري الدكاتره برضه يستفيدوا معانا. دي هنا بشوف الانكلينيشن بتاع الاسنان. يعني ايه الانكلينيشن دكتور ايمن؟ هل الاسنان كلها مصطفى مع بعض ولا كل سنه مديه اتجاه؟ لو خدنا بالنا هنا ان الاربع اسنان اللي احنا بنبص عليهم، اللي هم الاربع اسنان اللي فوق اللي باينين في الابتسامه، كل واحده فيهم ليها اتجاه غير التاني. يعني لو ركزنا الصوره، اول سنه عامله كده، تاني سنه عامله اتجاه تاني، تالت سنه عامله كده. فدي انا بركز قوي مع المتخصص اللي بيعمل لي بريباريشن دكتور ايمن، ودي نقطه مهمه، واحيانا انا بعمله بنفسي لما بحس ان الحاله خطيره. ايه هو البريباريشن؟ تحضير الاسنان. كتير يجي لنا مرضى يقول لك ايه، انا رحت لدكتور اسنان فلما جهز اسناني صغرها شويه، او يعني ابتدى يجهز فيها صغرها قوي. يا دكتور هو انت هتصغرها كده؟ هقول له انا اصلا ما يهمنيش انا هشيل قد ايه، يعني مش دي البوينت، يهمني هشيل منين، دايركشن الاسنان او انكلينيشن الاسنان، او هلمس الاسنان في انهي اجزاء عشان اخليها مصطفى. في اتس ان ارت، ده فن ازاي هتلمس السنه لمسات بسيطه تعدل بيها اتجاهات الاسنان. في دكتور هيروح ماسك السنه كلها ويفضل يصغر فيها وبرده اتجاهها معكوس. يعني انا بيجي لي حالات اتجاه السنه بشكل معين والاقي الدكتور صغرها لحد ما بقت سنه صغيره جدا وبرده ما عرفش يعدل اتجاهها، لان هو بيشيل اول اوفر، مش بيشيل من حته ويسيب حته، مش بيشوف الحتت اللي مستفيده فيها. فروحت برضه عشان بخلي الاكسس كله المحور كله اللي اشتغل عليه واحد، بيسموه او متسابق او متوازين، المحاور المتوازيه بالظبط كده، المتساويه، انكلينيشن الاسنان، ترتيب الاسنان مع بعض، اللي هو يعني المتخصصين فيها اللي هو علم الاورثو، علم تقويم الاسنان. وعشان كده انا اروح ساعتها في الحاله دي اروح جايب على طول الدكتور بتاع التقويم، بص على الحاله دي وشوف لي الانكلينيشن وشوف احنا عايزين نعمل ايه عشان نجهز انكلينيشن الاسنان. هنا قلت لهم في ريسك، رحت ارسم لهم خط كده يا دكتور ايمن واعمل لهم سهم، المنطقه دي هي اكتر منطقه هنشيل منها او اكتر منطقه هنعمل لها فيها بريباريشن، لان السنه معوجه في الشكل ده. واحيانا بدخل بتاع التقويم معايا لو في حاجه within range، يعني عشان يعدلها لي اكتر في السمايل ديزاين. يبقى دي تاني صوره استفدنا منها بين انكلينيشن الاسنان. طيب لو دخلنا على الصوره اللي بعديها، ودي حاجه مهمه جدا يا دكتور ايمن. ايوه انا كنت ببص على السنه اللي تحت، لو الناس واخده بالها السنه اللي تحت، السنه عليها سهم، بالظبط اللي عليها سهم دي، انا كنت شايف ان هي خارجه فبصورها عشان اشوف هي خارجه قد ايه وهشتغل معاها ازاي، هل بالتقويم، هل بتحضير القشور، هل بتحضير الكراون. رحت مشاور لهم قلت لهم عشان تعرفوا أهمية ال 21 صورة، لو حضرتك يا دكتور أيمن بصيت على الصورة دي هتلاقي السنتين اللي فوق باينين إن هما طبيعيين. طب لو رجعنا بالصورة اللي قبلها تاني، الصورة اللي قبل دي هنلاقيهم معوجين. فمعنى كده إن الاتجاه اللي أنت بتاخد منه الصورة ممكن يخدعك. عشان كده لو ما خدتش كل الصور هتتفاجئ إن عندك نتائج مش مظبوطة. هو لو إحنا شفنا الصورة اللي بعديها برضو بالمقارنة بالصورة دي جنب بعض هنلاقي إن الصورة دي مبينة السنة كأنها ملفوته على ايدها الشمال بالظبط كده، لكن عامله كده. الصوره الثانيه اللي هي جايه اللي هي اللي بعدي دي واحنا واخدينها هنلاقي وكان السنتين في وضع شبه طبيعي بالظبط كده، مفيهوش مشاكل. يعني نشوف الصورتين جنب بعض هتلاقي انه زي ما انت قلت قد يخدعنا. فعشان كده انت لازم تصور كتير وتفهم هتصور من انهي زاويه عشان المريض ما يتخدعش. اهي دي من الناحيه دي، الصوره مش دي باين قوي الميل، الميل بتاع الاسنان يعني، لان انا فيسنج، يعني انا لو طالب عندي صور الصوره دي واشتغل عليها ما خلاص هيطلع نتائج مش مظبوطه، مش مظبوطه، لان مش هيروح يعمل كده. زي ما انت قلت بالزبط. ازاله اكبر من الناحيه الخارجيه اليمنى من السنه اليمنى بالظبط كده. يبقى احنا دكتور ايمن لو عدينا بس في الحته اللي احنا اتكلمنا فيها دي، كم متخصص دخل؟ هنلاقي بتاع التقويم عدى، هنلاقي بتاع تحضير الكراونز هيشيل منين وهيعمل منين عدى، هنلاقي بتاع اللثه عد عشان يشوف اللثه هنظبطها قد ايه، كل ده اناليسس هنشتغل عليه. احنا عندنا حاجتين بس لسه عايز اقول، هل هذه الحاله
ما فيها مشاكل خاصة بالتسوس، فيها مشاكل خاصة بالنفس. والله يا دكتور أيمن حضرتك يعني بتسبقني، أنا دي النقطة اللي جاية حالا. قد إيه إن إحنا عشان اشتغلنا كتير مع بعض بقينا نتلاقى فكريا. لا يعني. وكمان أنا لقاءاتي معاك بستمتع بيها جدا، لأن أنا بتقمص دور الدكتور سنان وبحب الحكاية دي. أنا صحيح إن دي كلية تانية، لكن أنا بقى عندي طمع. لا فعلا والله. نشوف كده. انا لسه كنت اقول النقطه دي. الحاله دي عندها تسوسات، لو جبنا الصوره اللي بعديها هنلاقي بقى صوره كده اول اوفر باينه فيها تسوسات كتير وتاكل في الاسنان داخلي وخارجي. وهنا بيجي برضو دور متخصص اسمه متخصص علاج العصبي دكتور ايمن. ليه؟ في دكتور هيقول والله شكل الاسنان دي كلها كده مسوسه، اعمل لي علاج عصب لكل الاسنان دي، ده انا عندي مايكروسكوب اعملها كلها وخلص. هنا انت بتفقد الاسنان الفيتاليتي بتاعتها، في حين ان انت لو دخلتها المتخصص درسها هيقول لك مثلا ان السنه دي عليها صبغه بس، دي مش محتاجه، دي مش مسوسه، السنه دي التسوس فيها عميق، لا لازم نعمل لها علاج جذور، السنه دي التحضير اللي فيها هيخلينا لازم نعمل لها علاج جذور، وده في اضيق اضيق الحدود. يبقى دخلنا متخصص كمان اللي هو متخصص علاج الجذور ومتخصص الحشو، دول اتنين مش واحد، عشان يبداوا يقولوا هندعم الأسنان إزاي ونعالجها إزاي. ده من ضمن الدكاترة اللي اشتغلوا في الحالة دي. طب ثبتولي الصورة دي، وياريت لو نعرف نعمل عليها زوم كمان. لا الزوم صعب بتالي يعني، خلينا الناس أكيد هي كبيرة على فكرة. بالضبط. الصورة دي يا دكتور أيمن بتوضح حاجة اسمها البايت، العضة بتاعة المريض. لو المريضة دي عايزة تحط أسنان فوق في الحتة اللي بعد الناب، اللي هي المكان بتاع الضروس الصغيرة، هتلاقي ان مفيش مكان، الاسنان اللي تحت عض على اللثه فوق، وده نتيجه ان هي بقالها كتير خلعه ضروسها. طب هنا ايوه دكتور ايمن عملوا لنا زوم، يعني تسلم ايديكم يا جماعه، برافو عليكم. تسلم اول مره على فكره، اول مره اعرف في القناه ممكن نعمل زوم على اسنان. تسلم ايديكم. لا فعلا ده انا كنت محتاج الاوبشن ده، عايزينه كتير. فلو خدنا بالنا اي دكتور اسنان لسه متخرج من الكليه يقول الحاله دي مستحيل تتعمل. مستحيل ليه؟ الاسنان اللي تحت خطه في اللثه اللي فوق، هتحط اسنانك فين لما تيجي تركب لو زرعت او ركبت او عملت اي حاجه؟ فدي دخلت فيها متخصصه تانية قالت لي لا ده احنا هنرفع عضه المريضه شويه 2 مللي ونقصر الضروس اللي تحت شويه ونقدر نشتغل على البايت دي. انا مبسوط قوي ان الناس فهمت التفاصيل دي وركزت عليها. طب تعالوا نخش على صوره بعد كده كمان عشان نقول تفصيله تانية اشتغلنا عليها، وبرده لو نعرف نعمل عليها زوم يبقى عظيم. بص يا دكتور ايمن، انا عارف ان انت خبير في الحاجات اللي احنا بنقولها دي، ركزوا لي على السنتين اللي في الوسط، اللي فوق في الوسط، السنتين اللي هو بنسميهم التو سنترلز. لو خدنا بالنا من لونهم، دي لون ودي لون تاني خالص. يعني السنتين في ديجريديشن في اللون، اللي على الشمال مصفر واللي على اليمين رايح على الابيض. هي دي الاثنين اللي في الوسط لونهم مختلف. مش بس هو مفيش سنتين لون ببعض، بس انا اقصد يعني الاثنين في الوسط دول لازم يبقوا تابيكال في التجميل شبه بعض، فما بالك ان هم اختلاف في اللون بينهم بالشكل ده. عايز اقول لك يا دكتور ايمن ان لو دكتور استخدم سيراميكس شفافه فظيعه يعني هيكتشف ان السنتين دول هيطلعوا في الاخر لونهم مختلف، لان واحده غامقه وواحده فاتحه. عملنا كفرد بالظبط، انت حطيت عليهم ازاز شفاف قوي، ما زودتش الستينز شويه عليه فابتدى اللون يشف، فابتدى دي تبان اغمق من دي في الاضاءات، وهوري ازاي انا بدرس الاضاءات في الصور بعد ما نخلص الحاله خالص. فدي برضو كانت نقطه مهمه لما بنعمل زومينج عشان اشوف الصور. طب ما حدش خد باله ان اللثه في الحاله دي كويسه، يعني المريضه دي لون اللثه بتاعتها لون طبيعي كويس، انا مش محتاجه اقشر، ما فيهوش تصبغات سودة، فصحيح انا هشتغل عليه بالليزر عشان اظبط الالاينمنت بتاعه، لكن يعني اللثه ما فيهاش انفكشن، ما فيهاش صبغات. فدي انا بعمل الصوره دي اللي هي بيسموها الكونتراستد فوتو عشان اشوف الالوان والاضاءات ولون اللثه عامل ازاي، هل صحي ولا لا، لون الاسنان عامل ازاي، السنه اللي بيسموها ريسك فاكتور او خطيره هتشف وهتبان غامقه في وسط بقيه اسنانك، فانت شفافيه السيراميك اللي هتستخدمها هتفرق جدا في الحاله دي. انت ممكن تتسرع وتجيب سيراميك شفاف وتبقى فرحان بيه. بالظبط جدا، وتقول يا سلام ده جرأة جدا وركب يا باشا. بالظبط. وبعدين تفاجئ انه العيان نفسه يقول لك انا حاسس ان لون السيراميك اللي انت ركبته مش متساوي، هو بيتكلم على اللون اللي انت ركبته. بالظبط، هو مش فاهم ان اسنانه هي اللي فيها المشكله. هيجي يقول لك يا دكتور يعني انت عامل لي وانت بتقول على نفسك دكتور تجميل سنه لون وسنه لون تاني، والدكتور يبص على الماده اللي عنده يلاقيها هي انما لمرها لك، بس عشان مفيش نفس البلوك. بالظبط كده، نفس البلوك هيقولوا نفس البلوك، هيقولوا ايه اللي احنا بنتكلم فيها. طب لو جبنا فيديو للمريضه دي وهي بتتكلم قبل
عشان نشوف قد ايه الابتسامة يعني شكلها مرعب اثناء الحركة. يعني انا عايز اقول ان سن المدام دي سن صغير، يعني انا متخيل، يعني مش متأكد من السن قوي، بس حاجة و30 سنة. فلو بصينا على الفيديو وشفناها وهي بتتكلم هنديها سن اكبر من كده بكتير، ولما هتعمل سنانها بعد هتدوها 20 سنة 25 سنة بالكتير. فده معناه ان قد ايه الاسنان بتؤثر في شكل يعني حياة المريض. يعني انا مريضة كان عندي حاجة و30 سنة، الناس كلها بصالي على اني عندي 50 سنة، والعكس تماما. لو عملت اسناني وشكلها كويس احس قد ايه ان انا رجعت شباب، قد ايه ان انا قادرة اتواصل مع الناس، قد ايه ان انا واثقة في نفسي، قد ايه ان انا لما بصحى الصبح، ودي ليها قيمة تسوى ملايين الدنيا، ان لما اصحى الصبح ابص في المراية واحس ان انا شكل اسناني مرتب وكويس، دي تسوى كتير. يعني انا ككريم عشان عارف قيمتها ادفع فيها ملايين الدنيا. المهم ان انا اثق في نفسي حتى لو ما فيش حد شايفني، ان انا ابص في المرايه واحس قد ايه ان شكل اسناني وشكل وشي عاجبني وشكل جسمي عاجبني، ودي مهم قوي. وانت بتحكي ده كله انا بفكر في حاجه واحده بس مسيطره على دماغي من اول القصه، من اول صوره لغايه دلوقتي، قد ايه الست دي كانت بتعاني يوميا وشالت هموم طوال السنين اللي فاتوا. احنا بنختصر همومها كلها في ساعه، الساعه دي لن تكون كافيه باي حال من الاحوال عشان تترجم الدراما اللي كانت بتمر بها هذه السيده وهي رايحه اي مناسبه، بتضحك قدام اي صوره، قدام اي فوتو، قدام اي سيلفي، قدام بناتها او قدام جوزها او قدام اللي هي تخصهم من عائله، هي شايله هموم كثيره جدا. يعني تعال نشوف حاجه يا دكتور. يعني هقول لك ان هم بيعانوا، ان انا بعاني معاهم في ايه، ان اول ما تخلص سنانها ما اعرفش اشوفها تاني. يعني انا عايز عشان اطمن عليها اعمل لها فولو اب، بمجرد ما بيخلصوا اسنانهم عندهم 100 مشوار بقى، وعايزه تروح كل الاماكن اللي ما كانتش بتروحها. وتزور كل الناس اللي كانت بتحبهم قبل كده، كل ما يكلموها عشان نيجي نعمل عليها فولو اب ونطمن عليها، انا مش فاضيه يا جماعه، انا خارجه، انا مسافره، انا ودي حاجه على قد ما يعني بتقلقنا ان انا ببقى عايز اطمن على قد ما بتسعدني. تعال نشوف مع بعض اللقطة المهمة دي في عالم طب الأسنان، وبعديها هسأل دكتور كريم عن فايدة التصوير الفيديو تاني عشان نكرر لكم وفهمكم ايه الفايدة من ان انا اتصور وانا بحرك بقي. دي مهمة قوي، مش ثابت، هو ثابت دي ممكن واحد يخدعني، لكن في الحركة خصوصا لما يكون حركة تلقائية مفيش خداع. تعال نشوف مع بعض. اللي انا ملاحظه كمحلل نفسي مش كدكتور بقى مهتم بالطب النفسي وجزء من شغلنا، انه المريض رقم واحد بيبقى عايز يصمت اكتر الوقت، مش عايز يتكلم كتير. ثانيا انه عنده دايما وشه شغال، كل عضلات وشه شغاله لجوه، يعني هو بيضحك بيضحك كده، يعني هو بيتكلم كده، فتلاقي كل عضلات وشه داخله لجوه. تفسر مثلا على انها بيحاول بقى يكسبها طبعا في الستات بالرقه، وفي الرجاله بالحزم والتجشع والتجشم والحده في التعبير، كل واحد يعني الرقه، لان الست هتبدا تتكلم وهي ضمه وشها لجوه وقافله بقها شويه، فترد اللي هو ايه ميرسي ربنا يخليك متشكرين. الراجل بقى اللي هي شكر يا باشا ربنا يكرمك، اللي هو ايه خلاص بقى راجل حازم قوي، يعني لا ده هيعرف يضحك ولا ده هيعرف يضحك. ولما بيضحك لو هو هنا على فكره برضو انت يعني في ظلم شويه، لان هم بيضحكوا لك لان هم عارفين ان هم بيتخلصوا من الكابوس، يعني هم بيضحكوا في النهايه عشان يتخلصوا من الكابوس. لا ده في حاجه كمان دكتور ايمن، عشان كده انت بتفسر هي ليه ما ضحكتش. لو جبنا اول صوره كانت ما بتضحكش خالص او بتضحك لهم ضحكه اي كلام، انا بقول لهم ان انا مش هبدا تجميل غير لما تضحكي، ما انا بشتغل على ابتسامتي. فبيضطروا يضحكوا غصب عنه، ما هي عارفه يعني ان هي اللي هتوصلها للنجاح. لما تروح تتصور فيديو وترجع لي والاقيها زي ما حضرتك بتقول مكسوفه، اقول لها لا مش هبدا، يعني هي كده ايه مكسوفه خالص ما بتضحكش. لو شفنا الفيديو اتفقنا معاها هنضحك
هنتبسط هنبدا شغلنا، مش هتتحكي النهارده يبقى مش هنبدا، عشان كده المريض بيبقى مصر على ده. في الضحك كمان بتاعها في الفيديو بروتروجن، يعني السنان كلها بارزه لبره، الايمنت خارج لبره، وده خدنا بالنا منه جدا. كان اخر نقطه بنبه عليها في الحالات في الصور قبل، ان المريضه دي كان عندها زي ما بيسموها سيستو ابسيسز، اللي هي البقع الصديديه اللي تحت الاسنان، نتيجه ان هي ما كانتش معالجه، ففي اسنان كتير ريميننج روتس اللي هي الجذور بس هي اللي فاضله وبتعمل صديد تحت الاسنان. فهنا برضو احتاجنا تدخل متخصص عاشر غالبا، اللي هو هيشيل الجذور اللي بنسميها السورس اوف انفكشن او مصادر التلوث عندنا، لان المريضه دي ما ينفعش تركب وترجع تعاني من حاجه بعد كده. فهنا برضو اهميه وجود جراح فنان عشان يشيل الحاجات دي من غير ما يأذي شكل اللثة، من غير ما يأذي المريض، يحافظ على العظم ويحافظ على اللثة في احسن حالتها. وفعلا ده تم مع المتخصص عندنا، نشل لها ونضف لها اي صديد، اي تسوسات، اي ريميننج روتس او جذور فاضله في بقها، عشان نشتغل على الوضع واحنا مستقرين وستابيلايزنج فيز زي ما بيقولوا. طب ده حلو قوي، احنا كده دخلنا ده كده الصور على الدراسه الكامله، درسنا كل حاجه، درسنا كده الاسنان، درسنا اتجاهاتها، درسنا لونها، درسنا اللثه، درسنا المشاكل الجراحيه المصاحبه ليها. ايه اللي فاضل كده؟ خلاص الصعوبه عدت، الاناليسز بتاعت الحاله، متخصصين كلهم دخلوا درسوا. يا جماعه يعني اوعوا تتخيلوا ان الكلام ده بيسم في سنين، بيتم عندنا في المركز في يوم. احنا عندنا 18 دكتور، بيتم اجتماعات في اخر اليوم ندرس الحالات ونشتغل عليها ونخلصها. اللي جاي كله اسهل ما يمكن، اصغر طالب في القصر العيني يقدر يعمله بسهوله جدا، اللي هو رسم بقى الوضع الجديد. انت فهمت المخاطر، فهمت الاسنان بتتحرك ازاي، طب تعالوا نتفرج على اول صوره بعد ما خلصت اسنانها، ونبدا نتدرج ابتسامه صغيره، ابتسامه اكتر، ابتسامه اكتر. دي اول ابتسامه بعد ما خلصت، وهي كانت لسه نايمه على كرسي الاسنان. دي اسنانها؟ دي اسنانها. بتكلم جد؟ والله دي انا قلت انت جبت صور، قلت عشان اقول لها يعني احنا ممكن نوصل لك لكده. لا، هو فريق الاعداد عنده الصور كامله، بس هو احنا هنا بنقص عشان فدي كانت لسه نايمه على ال- 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 الكرسي بتاع الاسنان. ولو خدنا بالنا دكتور ايمن، انا كنت مصور الصوره دي قافل نور الاوضه كله ومنور نور اصفر على الاسنان بشكل قوي. ليه؟ عشان اشوف فرق اللون ما بين السنتين اللي في الوسط لسه موجود ولا لا، هل هتبان سنه غامقه ولا لا. والحمد لله ان الاسنان كلها بتبان شكلها طبيعي. طب لو دخلنا على الصوره اللي بعديها، ودي مهمه قوي قوي قوي، ان انا كمان كنت عايز اشوف اعوجاجات الاسنان اللي كانت موجوده لسه موجوده، ولا بعد ما حطينا التجميل بتاعنا لا كله ماشي مع بعض. احنا بنعمل زومينج يا جماعه، يعني انت فجأة نقلتنا. لا بص 10x مثلا انت نقلتنا. بص، عارف انت لما تكون ساكن في حته شعبيه، مش شعبيه، حته عشوائيه، وجنبها حته كومباوند بقى وسيفن ستارز والكلام ده كله، فانت تطلع من الحاره دي للكومباوند ده. ويا دكتور ايمن ده تم في يومين، يعني مريض عايش سنينها. انت نقلتنا فجأة يا راجل، ما كانش في حاجه في النص، حتى صوره قشعه مقطعيه تقطع. لا انا تعمدت ان احنا نجيب صورها قبل وبعد على طول بدون البروسيجرز، عشان الناس تعرف شتان الفرق. انت لو طب هاتوا الصوره اللي بعديها عشان نشوف حاجه ثانيه، ان احنا لو انا ببص على الصوره دي اكيد دي نجمه، اكيد نجمة دي فنانه، اكيد دي تصدق والله انا تصورت ان دي صوره موديل عندك ريفرنس، يعني تقول لها ايه احنا عايزين نوصل لحاجه شيء. لا دكتور ايمن، هي دي نفس، هي بقت هي الريفرنس، هي دي نفس. وعايز اقول لك بقى قد ايه ضحكتها طالعه حلوه في الشكل الجديد. طيب هتقولي الصوره اللي بعديها عشان نشوف حاجه حلوه قوي. لا اللي بعديها كمان. الصوره دي انا صورتها بالمقلوب، يعني جيت ورا دماغ المريضه وصورت، عشان انا اول مره اشوف الصوره دي في حياتي. يعني عشان اشوف ايه الصوره، عشان تشوف السمايل كيرف يا دكتور ايمن، فاكر اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت، رسمه الاسنان اللي فوق هل في بينها مسافه وما بين الشفايف اللي تحت، عشان تعرف تنطق حروف الاف وتعرف تنطق حروف الفي. لو ما فيش المسافه دي والاسنان اطول من اللازم هتعاني منها. فانا بشوف السمايل كيرف واروح عادل الصوره واصورها الصوره اللي بعديها بالمعدول، عشان ابص برده على السمايل كيرف بالشكل ده. لو جبنا الصوره اللي بعديها عشان نشوف حاجه دكتور ايمن، دي الادفانسد بقى، ثبتوا لي الصوره دي شويه وهنبدا نتحرك صوره صوره. دي ايه يا دكتور ايمن؟ المريضه، احنا بقى لو واحد متخصص شويه بروفيشنال بيفهم ان كل مريضه ليها رغبه، دي بيسموها الفيميل بوز. انا عايزه السكسي سمايل بالمعنى الحرفي، انا عايزه ابان انثى بشكل اسناني
هاتوا الصوره اللي بعديها لما تفتح بقها شويه. ودي معظم ممثلات مصر بيطلبوها مني. معظم ممثلات مصر بيطلبوا ان انا عايزه رسمه ابتسامه عشان انا اصلا ممثله. فمهم قوي لما احب اعمل تعبيرات بوشي وتعبيرات في الاعمال اللي بعملها يبقى عندي سمايل، لو وشي كله ما جاش واسناني وشفايفي جت ابان ان انا ممثله اغراء مثلا. او ابان ان انا يعني انتوا فاهمين قصدي ايه يعني، دي مش باين حاجه من وش المريضه، بس انت لما تشوفها تقول الله الست دي شكلها حلو قوي. لو جبنا الصوره اللي بعديها، كان زمان البوز دي بيعملوا بيها، اللي فاتت دي معلش نرجع ليها، كانوا بيعملوا بيها اعلانات يعني اعلانات زمان مثلا. كان اعلانات المكياج والاحمر الشفايف كانت بتعمل بوز برجيت برادو لو فاكر، كانت بتعمل الاعلان بكده وكتير قوي كانوا عايزين يركزوا على مثلا واحد بيعمل اعلان لنوع روج معين فيصور الصوره دي عشان يبين لك ان قد الروج بيخلي الست حلوه، مع ان انت ما شفتش شكل الست، ما شفتش وشها، ما شفتش عينيها، ما شفتش شعرها. لو جبنا صور قبل وبعد، في ناس على الفيسبوك بتعمل بروفايل بوز حتى الصوره دي طبعا يطلع في الاخر راجل يعني راجل مش تمام يعني راجل مش مظبوط. لو جبنا صور قبل وبعد واي حد بص على الصوره قبل وبعد وتخيل، هل المريضه دي مستحيل تنفع تبقى المريضه دي؟ عشان كده دكتور ايمن، انا اجمل حاجه في البرنامج ده انا ما بتفرجش على صور قبليه، انا دايما بعيش اللايف يعني انا ما بقعدش مع اي ضيف من ضيوفي قبل واعرف ايه اللي بيحصل في الحلقه، انا بعيش الحلقه لايف معاك، انا لم اتخيل ابدا انها تطلع كده، مستحيل صحيح. يعني صحيح. لا برافو. وعشان كده دكتور ايمن بنصيحه من ناس كتير ومن دكاتره اصدقائي بره، ابتدينا نحط الامضه بتاعتنا على الصور بعد طبعا عشان الناس تفهم ان ده تصميمنا، دي الفكره اللي جت في دماغنا، ده التنفيذ اللي نفذناه. لو قعدنا نبص على الصور قبل وبعد من جميع الاتجاهات، يعني دي الصوره دي من الجنب هنا مع الجنب هنا، الصوره دي مع اتجاه الاسنان هنا مع الاسنان هنا، بصراحه فريق الاعداد كمان رائع، فريق الاعداد بازل معايا يعني مجهود غير طبيعي فعلا يعني بقعد ساعات يعني من الصبح نشتغل مع وإيمان كلهم فعلا وبحر، انا حسيت ان هم يوم الحلقه بتاعتي بيبقوا يعني حاسين ان لا هي حلقات صعبه يعني هي بص الاسنان حلقاتها، وانا بقول لهم كده لو ما قدرناش نجهز للاسنان الصور الناس الصور بالشكل ده كل مجهودنا ده هيروح، احنا عايزين نوصل معلومه معينه او فكره معينه، قد ايه هم شاطرين وقد ايه هم تعبوا معانا وقد ايه هم فنانين ان هم يقدروا يظهروا ده للناس، عشان في الاخر الفكره توصل ان السمايل ديزاين او رسمه الابتسامه حاجه مهمه لاي لا مريض. برافو برافو تاني، برافو حسين وبرافو ديانا وبرافو ميرنا وبرافو ايمان وبرافو بحر، لان هم كلهم عملوا شغل حلو قوي في الحلقه دي وفيها تشويق صوري وتتابعي اعدادي رائع جدا صحيح. لان احنا عشنا بس شيء رائع، برافو عليك يعني حاجه رائعه جدا جدا جدا. يبقى دايما التصور اللي انا تصورته يا دكتور كريم قبل ما اطلع فاصل يعني قبل ما نطلع شويه، انه انت عايشتنا حاله حلوه جدا ودرستها دراسه عميقه جدا، وانت عملت دلوقتي منهج رائع جدا، خلاص انت واضح جدا المسار اللي انت بتمشي فيه في حاله او في طريقه تعاملك مع الثقافه الطبيه، انت بتعرض يعني بالتفصيل كل كبيره وصغيره بتتحاور او بتحيط اي حاله، وده شيء رائع جدا جدا، فانا بحييك ومبروك على الحاله دي، الله يخليك. مبروك، حاله جميله جدا جدا مع ضيفي الاستاذ الدكتور كريم ابراهيم، خليكم دايما مع الدكتور. انا حابب اتكلم معاكم النهارده من بريتش، من قلب بريتش، من المؤسسه اللي انا شايفها الاعلى والاعظم على مستوى الوطن العربي، شايفها تقدر تنافس الدول الاوروبيه، شايفها تقدر تحط مصر على قدر الايميتيشن او الموازاه مع اي دوله اجنبيه في مجال طب الاسنان بالذات. واحنا بنعاني بقالنا فتره من فكره الاستسلام، ان اوروبا سبقانا دايما او ان الدول الاوروبيه سبقانا، لا انا قادر اقولها هنا بثقه ان بريتش تقدر تنافس اي دوله اوروبيه او على قدر الايميتيشن من اي دوله اوروبيه، نقدر نحط نفسنا في نفس التراك بالنسبه لطب الاسنان. طيب
بريتش بتعتمد في المقام الأول والأخير على الشخصية. شخصية بريتش أو شخصية المكان هي المؤثرة في أكثر من 100-120 موظف مرتبطين ببريتش، إذا كان دكاترة، إذا كان موظفين للعلاقات العامة، إذا كان طقم تمريض كامل، إذا كان ناس المسؤولة عن الحسابات والمواعيد والسكرتارية، كل ما يخص البيشنت وكل ما يخص الساتسفيكيشن أو رضا البيشنت عن الخدمة اللي بياخدها أو السيرفيس اللي بياخدها جوه المؤسسة دي قائمة على الشخصية، شخصية بريتش إيه. احنا تعودنا، وانا رجعت مصر من 5-6 سنين واتكلمنا معاكم كتير عن بريتش والفكرة اللي عندنا والحلم اللي كان عندنا قبل كده. النهاردة حابب ان احنا نتكلم من جوه بريتش ونشرح اكتر شخصية بريتش عاملة ازاي، الناس اللي هنا بيشتغلوا ازاي. احنا لينا شخصية زي بيقولوا متفردة، ما بنعرفش نقلد حد، نعرف نشتغل زي ما احنا شايفين او بالشكل اللي احنا شايفينه، الشكل اللي احنا عايزين نوصله للبيشنت. قائمة على سيستم انجليزي في كل تفاصيل البيشنت من اول ما بيدخل المكان لحد ما بنعمل عليه فولو اب او نطمن عليه قبل ما يمشي، هيعمل اجراء ايه ايا كان، زراعة، تجميل، علاج لاطفال، تقويم، جميع فرانشات طب الاسنان. احنا هنا اكتر من 25 دكتور متوزعين في جميع تفاصيل طب الاسنان، فبالتالي شخصية بريتش هي المؤثرة في كل الكيان ده. الشخصية الخاصة ببريتش، الخاصة بتفكير الناس اللي بتشتغل هنا، ما اعتقدش ان احنا عمرنا قلدنا حد، وما اعتقدش ان حد يقدر يقلدنا او ياخد من شخصيتنا، لان هو ده الفكر اللي الجميع انتظم عليه هنا بقالنا اكتر من 7 سنين في مصر بنحاول ننفذ الفكر ده. ادنبرا انا عشت فيها فترة، وكان انا شايف ان الاطباء المصريين والناس اللي موجودة هنا يمكن يكونوا اعلى على مستوى الهاند سكيلز او المهارات اليدويه. السيستم هو اللي كان بينقش شويه مصر بالنسبه لطب الاسنان، وعشان كده انا اعتقد ان احنا قدرنا نوصل لده او قدرنا نقرب منه بشكل كبير. شخصيه بريتش هي الشخصيه اللي خلتنا نقدر نعمل كل الابتسامات دي، نقدر نتعامل مع نجوم المجتمع، نقدر نتعامل مع الممثل، نقدر نتعامل مع الشخص العادي الطبيعي. كل ما يؤثر في ابتسامه الشخص بريتش بتركز عليه جدا. واللي احنا قلناه وكررنا ان احنا عملنا حاجة اسمها كاستمايزيشن سمايل، او سمايل لكل منطقة او لكل بلدة، بمعنى ان دول الخليج العربي ليها ابتسامات هم بيحبوها وعشان كده بيجوا بريتش عشان يعملوها، دول المغرب وتونس والجزائر ليها ابتسامات بنقدر نشتغل عليها، اليوروبيانز سمايلز او السمايلز الاوروبية، بس في الاخر كل السمايلز دي تعتمد على ختم واحد هو ختم بريتش او البريتش سمايل زي ما بنقول. فبالتالي نجحنا في فكرة لازم الناس توصل لها، انا بحس ده ان انا بأشارك كل شخص بيجي بريتش في تغيير حياته اكتر من تغيير ابتسامته، لان كل الناس عارفة ان الابتسامة هي جزء كبير من حياة الشخص، فوجود البريتش سمايل او السمايل اللي عليها ختم بريتش، عليها الختم بتاعي، التصميم بتاعي، فهي مؤثرة جدا في حياته، انا شاركته في حياته، خليته يغير حياته. كل النجوم اللي شرفونا في بريتش والناس العادية اللي انا برضو شايفهم نجوم وهم ماشيين، كل الناس دي انا شاركتهم لحظات السعادة بتاعتهم. واحنا دايما بنركز ان احنا نتواصل مع البيشنت بعد ما يمشي، يبعت لنا صور الفرح، صور الخطوبة، صور مناسبة سعيدة، بنؤثر بالسمايل بتاعتنا فيه. لينا طبيعة خاصة، لينا تصميم خاص بنعمله، لينا شغل خاص بنعمله، سيستم معين مش موجود غير في بريتش. انا ما اعتقدش ان في مصر سيستم يوازي سيستم بريتش، وعشان كده فخورين جدا، بنبذل مجهود رهيب عشان ننفذ السيستم ده. الناس جات هنا كتير وعرفوا قد ايه ان احنا كل يوم ممكن نمشي 5 الصبح و6 الفجر من المكان، ونيجي بدري، 26 دكتور، تخصصات، مجموعات من الناس بتشتغل عشان ندي للبيشنت سيرفيس عاليه، بما معناه فانكشن عالي جدا، يعني يؤدي الوظيفه بتاعت اسنانه بشكل كويس، ياكل بشكل كويس، يعض بشكل كويس، وفي نفس الوقت نضمن له سمايل ديزاين، تصميم للابتسامه بشكل كويس. علينا كتير من ان احنا بنبص على ناس بتبتسم نكتشف ان ابتسامتهم كلها شبه بعض، ده معناه ان ما اتعملوش تصميم، مفيش تخصصات قربت منه، مفيش ناس درست هو عايز يعمل ايه، السمايل ديزاين بتاعته عامله ايه، وعشان كده احنا شغالين على التراك.
احنا هنا جنب جهاز من اهم الاجهزة اللي الناس لازم تعرفها ولازم تتعرف عليها، جهاز اسمه السي تي او الاشعة المقطعية ثلاثية الابعاد. اكيد ناس، معظم الناس المهتمة بطب الاسنان سمعوا عن الجهاز ده، عن اهميته، عن كيفية استخدامه. واحنا بناخد جولتنا في بريتش وبنتفرج على بريتش وبنشوف تفاصيلها، لازم نعدي على الجهاز ده. الجهاز ده غالبا هو اول جهاز البيشنت بيقابله في بريتش. بعد الانترفيو احنا يعني عشان تبقوا فاهمين طبيعة بريتش الخاصة شوية، احنا بنعمل انترفيو للبيشنت عشان نشوفه يصلح او الفكر بتاعه يصلح ان احنا نقدر نعمل له تجميل او زراعة او علاج لأسنانه في بريتش او لا. وانس ان هو عدى الانترفيو ده بيبدأ يقابل اول جهاز قدامه، هو جهاز الاشعة المقطعية ثلاثية الابعاد. الجهاز ده زي ما بيقولوا هو اهم مرحلة، مرحلة الدياجنوزز او التشخيص بتاع المشكلة، تشخيص الخطة، تشخيص الحاجة، البروسيديرز اللي هنعملها. فبالتالي لازم نعمل أشعة نشوف فيها أدق التفاصيل الموجودة عند البيشنت، ناهيك عن حالة العظم، حالة الأسنان، الإنكلينيشن بتاعها، مسافات ما بين الأسنان، توجهات الأسنان، كل تفاصيل طب الأسنان بتبان في الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد. واحدة من أهم الحاجات اللي بتتواجد في شخصية بريتش هي حاجة اسمها الكواليتي كنترول أو متابعة الشغل. بمعنى ان انا لو دخلت المريض بتاعي في قسم معين عشان يعمل حاجة معينة او يشتغل مع متخصص معين، هيلاقيني تاني يوم بقابله عشان اعمل حاجة اسمها الكواليتي كنترول او مراقبة الشغل اللي اتعمل او متابعة الشغل اللي اتعمل. طب هتابع الشغل ده وهشوفه ازاي؟ عن طريق برضو الاشعة المقطعية ثلاثية الابعاد. خليني اضرب مثال صغير عشان الناس تفهمه. بمعنى لو مريض جاي يعمل زراعة، فبالتالي هو عمل الانترفيو، تخطاه، عمل الأشعة المقطعية وابتدى يخش قسم الزراعة اللي عندي فيها خمس متخصصين في بريتش يقدروا يعملوا للبيشنت ده زراعة. بعد ما البيشنت يخلص الزراعة، أنا عايز أطمن إن الزرعات اتحطت في الأماكن اللي احنا متفقين عليها، اتحطت بالطول اللي أنا متفق عليه، بالإنكلينيشن أو الرسمة أو الاتجاه اللي احنا اتفقنا عليه. كل ده هعرفه ازاي؟ عن طريق أشعة تانية، أشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد بعد ما البيشنت يخلص اسمها بوست أوبريتيف أكس راي، عشان أقعد أحاسب الديبارتمنت ده نسبة السكسس ريت أو نسبة النجاح في الخطة العلاجية اللي احنا حطيناها أو اللي أنا حطيتها للديبارتمنت ده. يبقى الجهاز ده ادانا فايدتين. أول حاجة هي إن أنا هعرف من الأول مشاكل البيشنت ايه، وضع العظم عندي ايه، وضع الزرعات ايه، هعمل ايه، هحط الخطة العلاجية بتاعتي على أساس ايه. الفايدة التانية هي الكواليتي كنترول، ازاي هراقب على الناس اللي بتشتغل او المتخصصين اللي بيشتغلوا ومراجعة الخطط العلاجية. لان واحدة من اهم الحاجات اللي بتحصل في بريتش هي حاجة اسمها Patient Satisfaction Excel Sheets. ايه ده؟ ان انا لازم اعرف لو دخل لي 100 عيان اعرف نسبة كام في المية منهم ماشيين راضيين عن الخدمة اللي هم خدوها. فبالتالي لازم اراقب على الخطط العلاجية، اشوفها كل يوم، اعرف كل عيان اتحرك من مرحلة ايه لمرحلة ايه. لان عيانين كتير في الوطن العربي اشتكولي من فكرة ان هم ما شافوش الدكتور اللي موجود غير اول جلسة واخر جلسة خالص بعد ما خلص شغله. طب لو حصل ديفكت في وسط الخطة مين يراقب عليه، مين يشوفه؟ احنا هنا في بريتش بنعمل ده، بنشتغل عدد ساعات اطول عشان نعمل حاجة اسمها quality control، مراقبة الخطط العلاجية، مراقبة الاقسام اللي شغالة. لان المتخصص ممكن يعمل حاجة كويسة قوي بس من وجهة نظره لا تخدم التريتمنت بلان، لا تخدم الخطة العلاجية. هو دكتور علاج لسة فاشتغل من وجهة نظره لصحة علاج اللسة، لكن ما فهمش ان الخطة العلاجية اتضرت بشكل كبير. ده ينطبق على كل الاقسام، التقويم، علاج الجذور. فبالتالي مهم قوي نراقب على الخطط بتاعتنا، مهم قوي نتابع الخطط بتاعتنا، نعمل اشعاعاتنا كويس، نراقبها ونشتغل عليها وندرسها ونراجعها عشان نطمن ان كل بيشنت ماشي من بريتش هي از هابي، مبسوط وكمان ساتسفايد، وكمان انا ساتسفايد ان الشغل اللي طلع من بريتش جيد جدا. عشان كده كل يوم بنمشي 5 الصبح و6 الصبح و7 الصبح عشان نقضي عدد ساعات نشتغل، نناقش، نراجع الخطط العلاجية ونطمن على البيشنس بتاعنا. في حاجتين كبار جدا بيودي العيان للدكتور، الألم والدم. اللي بيقول اي ما يقدرش يقعد في بيته. ما هو تعريف النزيف او البليدنج لاسباب باطنية؟ مشكلة في الوعاء الدموي ولا مشكلة في الصفائح ولا مشكلة في شلال التجلط؟ عشان كده لازم نعمل وظائف صفائح. الأستاذ الدكتور حسام موافي
أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، رئيس قسم طب الحالات الحرجة جامعة القاهرة، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء. تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015 كلية طب جامعة القاهرة، رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى. له 180 بحث منشور في مجالات العلمية والمحلية والعالمية. مؤسس وحدة الحالات الحرجة بالقصر العيني، رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي. قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة. أستاذنا العزيز والقيمة العلمية الكبيرة وفخر العرب في الأمراض الباطنية، أهلا بك أستاذ. أهلا بك. هذا يوم عيد. الله يحفظك ويبارك فيك. ويوم عيد في الدكتور كمان الموضوع نفسه الشك. ليه حضرتك اخترت الشك النهارده؟ والله موضوع لازم، اصل في ناس كتير قوي مش فاهمه يعني ايه واحد عنده شك وضغط ووتر، ما تفهمش دي. فلو اطلقنا عليها شويه نور كده هتبقى كويسه بالنسبه للجمهور وبالنسبه للدكاتره. هنقول بعض النقط هتنفعها جدا جدا جدا، سواء في مذاكرتك زي ما انت بتقول او في الممارسه. يعني هو شاف عيان امتى يقول ده شكت، امتى يقول عنده شكت. يعني مش كل عين ضغط واطي، لا مش شكر. فده مهم، موضوع مهم. اول حاجه الديفينيشن، التعريف، ما هو الصدمه؟ في تعريفين، تعريف صح وتعريف غلط. فنبدا بالغلط، تقول لك الشكر واحد ضغط واطي. الضغط الواطي احد مظاهر الشكر، لكن مش هو التعريف. ممكن واحد يبقى ضغطه 100/60 و90 وماشي على رجليه زي الفل، هي الشكر. تمام. الشكر هو ديفكتيف تيشو بيرفيوجن، كمية الدم اللي رايحة الأنسجة قليلة بس بقت شوكت. تقولي طب نعرف منين؟ اختار نسيج له علامة خارجية، اختار نسيج له علامة غير الضغط الوطي بقى. خلاص هو ضغط وطي ده احنا كلنا متفقين عليه. انا هختار نسيج الكلى، يبقى اول مظاهر شوك ان بولو يقل، لان الكلى مش هتشتغل. ثم المخ تبتدي يبقى مش واعي، وهكذا. فالشك ديفكتيف تيشو بيرفيوجن، يعني نقص ارتواء الانسجه. لكن المظهر الاول فيه هو الضغط الواطي. طبعا هنقول ليه ضغط واطي، دي هنتكلم عليها بالتفصيل. ولكن هو الانسجه مش واخد دم، وطبعا من الانسجه اللي واضحه جدا نسيج الكلى. الكلى مش هيجي لها دم، البول هيقل، خلاص بقى العين ده عنده صدمه من نوع معين. يعني هو يقول عليها الصدمة. 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 هي على فكرة الترجمة لازم نشغلها، نلاقي لها كلمة تانية. لأنه الكلمة العربية للصدمة ما صدمة نفسية. ما يعني إيه صدمة؟ صدم. يقول لك صدم في في مثلا في عربية. عربية. صدمتها. الأنواع إيه بقى؟ فلازم نلاقي لها كلمة عربي تناسبها. الأنواع عندنا 4 أنواع. عندنا 4 أنواع للصدمة. أنت كقلب ومش قادر تشتغل، خلاص المضخة وقفت، الترومبة ما بطلت، يبقى دي هنسميها صدمة قلبية، كارديوجينيك شوك. قلب جاله جلطة لا قدر الله، فالعضلة حتة منها باظت. طبعا مش كل واحد جاله جلطة عنده شوك، الناس مش عايزة تفهم غلط. لكن لما تكون المسألة كبيرة شوية بيبقى العين شقت، لأن القلب كترومبة بطل، فالضغط بيقع، تبتدي الأنسجة ما ترتويش، يبتدي يبقى العين ده عنده صدمة أو شوك. يعني دي اسمها كارديوجينيك شوك، دي نمرة 1. نمرة 2 لا قدر الله حادثة عربية أو جراحة وبيشتغل وفقد دم. إحنا عندنا 5 لتر، لو فقدت 2 لتر ضغطي هيقع. دي هايبوفوليميك شوك، اللي هي نقص دم، نقص كميه. حوادث السيارات بعد الجراحات، اي نزيف جهاز هضمي، واحد عنده دوالي مريء ممكن يجي شوكت. ليه؟ لانه نزف كميه كبيره جدا. دي سهله، يبقى دي هايبوفوليميا، يعني نقص الحجم، نقص حجم الدم كده. نمره
ثلاثة قفلت على الدم. أنا ليا سكة ماشي فيها، جيت هنا ورحت قافل السكة بتاعتي، الدم بيجي من الوريد الأجوف العلوي والوريد الأجوف السفلي إلى الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن إلى الشريان الرئوي. قفلت الشريان الرئوي، يبقى الدم مش هروح ناحية الشمال، السكة الطبيعية بتاعته زي جلطة الرئة، يبقى شق اسمها obstructive شق، يعني شق نتيجة قفلة، زي لو حطيت مية حوالين القلب مكان بضغط عالي. انا جبت قلبي بيعمل كده، حطيته جوه بالونه وعليت الضغط في الميه في البالونه، مش هيقدر يعمل كده، مش هيقدر، فالدم مش هيخش في القلب وبالتالي مش هيطلع، وبالتالي العين يبقى شقط. بتسال حوالين القلب او بمعنى اصح البريكاردال افيوجن. بريكاردال افيوجن بس وصل لمرحله وصل لمرحله تامبونات. كاردك تامبونات يبقى احنا قلنا ثلاث انواع مهمين جدا. نمره واحد كارديوجينيك، عضله قلب باظت. نمرة 2 نقص دم، حادثة. نمرة 3 قفلت السكة زي جلطة رئة أو مية حول القلب بضغط عالي. نمرة 4 دي نقول فيها سبحان الله، واللي ما يقولش سبحان الله يبقى عايز الضرب. في ناس كتير ما بتقولش عايزين الضرب. أعتقد لما يسمعني هقول لك حاجة. أيمن كنت بشرح الحتة دي، كان عندي واحد دكتور امتياز ملحد، لا إله إلا الله، والله كان طبعا صعبان علينا كلنا، اللي هو ينكر وجود الله. لا اله الا الله، والله العظيم، والله العظيم انا بشرح الحته دي سبحان الله لوحده 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 سبحان الله، قلت له انت يا والله اتعجبت انه قال كده، لان فعلا الحته اللي جايه دي النوع الرابع بقى من الشنكر. تعال ندرسه كويس. انا قاعد معاك دلوقتي بتكلم، قول لي توزيعه الدم. انا عندي 5 لتر متوزعين ازاي؟ هتقول لي الامعاء رايح لها 15%، انت ما بتاكلش، وللجلد الدنيا ساقعه شويه، التكييف عندكم حلو جدا، رايح 3%، والمخ لاني بفكر هيزيد الدم شويه، والقلب وهكذا. انا سبتك دلوقتي وطلعت اجري جري، قول لي توزيعه الدم، تقول لي تغير العضلات هتاخد الجزء الاكبر لانك بتجري، والرئه هتاخد جزء كبير لانك بتجري وعايز اكسجين وهكذا. طب نمت، توزيع هتتغير، توزيعه الدم بتتغير كل دقيقه، كل دقيقه حسب هذه التوزيعه، محدش يقدر يعملها غير ربنا سبحانه وتعالى. مفيش لا دواء ولا دكتور ولا عفريت قدر يلعب في التوزيعه دي. واذا باظت التوزيعه العين يبقى شقط. لا ايه، الدم ما ينفعش كله يروح حته واحده، ما ينفعش اوسع شرايين في حته واحده يوم يبول الدم فيها والعين يضيع، ما ينفعش اقفل كله، فهي توازن بين حته مقفوله وحته مفتوحه. عشان كده اسمها ديستريبيوتيف شوك. الديستريبيوتيف شوك اللي هي شوك التوزيع، التوزيع غلط، بتحصل في اكثر من مره، زي اللي ياخد حقنه بنسلين وعنده حساسيه له، بتبوظ الدنيا، توسع حتت مفروض تقفل وتقفل حتت مفروض توسع، فالعين بيبقى شوك. زي مرض مهم جدا هنفرد له حلقه، هيباتورينال سندروم، اللي هو الفشل الكبدي الكلوي. متلازمه، كل مشكلته ديستريبيوشن. تخيل كل المشكله توزيع، توزيع دم خاطئ، بيروح مثلا في منطقه البطن عند الامعاء ويتدفق، وعند الكلى وما يروحش، فيعمل كوارث. ده يبقى عندنا 4 انواع: كارديوجينيك قلبيه، هايبوفوليميك نقص كميه، اوبستراكشن قفلت زي او ديستريبيوتيف اللي هي التوزيعه غلط. هنبدا بالاولانيه كارديوجينيك. احسن مثل للكارديوجينيك شوك، احسن مثل جلطه القلب، انسداد الشريان التاجي. انسداد الشريان التاجي له اكثر من صوره. فمثلا ممكن يحصل والعين ما يعرفش خالص. طب ونعرف احنا ازاي؟ داخل عمليات بيعمل زي ده وسنه 60 سنه، قلنا نعمل له رسم قلب عشان نبقى ناس محترمين، نعمل رسم قلب نلاقي جلطه قديمه. يا عم الحاج جالك وجع في صدرك؟ لا اي حاجه، فممكن تبقى سايلنت يعني كتير. ممكن كتير جدا. وممكن يجي لك المريض بعد كده بينهج وابتدى يحصل هبوط في العضله لان جاله انسداد شريان تاجي ولم يدري. فدي احد الصور، مش كل واحد هيبقى شقط. نمره 2 المشهور جدا جدا اللي هي مثل اكتر من 60% من الحالات، الالم. الم الصدر دي بتشير الى انسداد شريان تاجي. هي بتبقى الام شبيهه جدا بالذبحه الصدريه جدا.
وتخلف عن السبحه عن السبحه الصدريه في نقط بسيطه جدا جدا. الذبحه الصدريه بيبقى الالم في نص الصدر مش تحت الصدر الشمال زي ما الناس فاهمه، في النص، جايز يمين متطوح شمال او متطوح يمين جائز، او في منطقه البطن هنا بيبقى نوعه كان واحد قاعد على صدرك حجر او سكينه، عشان كده اسمها ذبحه صدريه، او حموضه يحس انه حرقان، فده طبعا مضلل جدا. يعني كثيرا من المرضى ما تضحكش شريان تاجي عاملين منظار، منظار على المعدة لان الالم هنا تمام وحموضة، يبقى مكان الالم ضللني ونوع الالم ضللني. لما بيبقى هنا بيبقى سهل، ولما يبقى حجر على سيدي بيبقى سهل، انما ساعات يبقى اتيبيكال. ساعات المريض يا فندم يضلل الدكتور، يعني يقول له يقول له لا انا عارف اصل الالم ده جالي بعد اكله كبده، وهو الم هو الم جلطه، هو الدكتور يقدر يطلعه بسرعه جدا، يقول له هل الالم ده له علاقه بالمشي فيجيبه، يقول له لما امشي نفس الالم بيجي والحرقان يجي لي حموضه. انا شفت عدد كبير جدا من الحالات متشخص عن المشكله في المعده، وهو مش كده خالص. الالم بيقعد دقايق ثلاث اربع، ده بتكلم على الذبحه الصدريه مش على الانسداد، شو انت دقايق ثلاث دقايق اربع دقايق خمس دقايق، حتى لو 20 دقيقه اللي هي ثلث ساعه فهي 20 دقيقه يعني. بيسمع في كتفه الشمال عاده، يسمع كتفه الشمال والصبعين دول، واللي يجيبه المجهود وليس الانفعال. الافلام العربي كتير منها بوظوا فكر الناس، اطلع بره بيتي يا مجرم ويمسك صدره نادر، انما اللي يجيبه المجهود يطلع سلم يمشي يجري. طيب الاكل ساعات، لكن الاكثر من الاكل حاجه ساقعه، لو شرب ازازه حاجه ساقعه الالم يجيله، الم الذبحه الصدريه، والناس تطمنه وتقول له اصلها ساقعه وعمل التقلص في المريء، وده غلط. فده اللي يجيبه. وبعدين اللي يضيعه بقى يا اما قرص تحت اللسان وهنقف عندها، يا اما يرتاح كثيرا. تبقى انت في عربيتك واقف في الاشاره، تلاقي راجل ماشي في الشارع وبيمد وفجاه وقف حط ايده على صدره وبعد شويه راح مكمل. ما الاشاره بتطول ساعات، بتقعد ربع ساعه، تلاقي كمل. ده ذبحه صدريه، اللي هو اوقفوا الالم دقايق وراح مكمل تاني. كان عندي وكيل نيابه، يعني انا اجمل حاله شفتها في حياتي، يقول لي انا ايه بمشي تقوم الساعة تضيق عليا، الساعة دي تضيق عليا، أقوم أقف أفك الساعة وأحطها في جيبي وأكمل مشي. قلت له لا، مفيش حاجة اسمها كده في الطب، ما خدناهاش دي. طلع الألم بدل ما بيجي هنا بيجي في الريست، وهذا وارد. فبيقف، هو بيتهيأ له لما يفك الساعة هو وقف خلاص، ما دام وقف الألم بيروح. القرص اللي تحت اللسان له قصة هنتكلم عليها، لأن ممكن كده يضلل الدكتور، يضلله. في الام كتير جدا يحط تحت لسانه ويروح الالم، زي الحاله النفسيه، واللي عنده كاردياك نيروزس لما بتديه القرص تحت لسانه بيروح. فمش عايزين دي كقرينه انه طب نيجي لانسداد الشريان تاجي اللي ما عملش شق، اللي هو الم قلنا زي الذبحه بالظبط، ما عدا الالم جه من غير مشي المره دي، جه وهو قاعد، جه ومرتاح. الالم طول، الالم شديد جدا، سفير. نكلمك واحد في التليفون يا ايمن، انا ابراهيم. انت ابراهيم مين يا عم الحاج؟ انا اللي بتعالجني من الذبحه الصدريه. اخبارك ايه يا عم ابراهيم؟ والله الالم يا دكتور جالي وانا قاعد مرتاح. يا دكتور ايمن الالم شديد قوي. يا دكتور ايمن الالم طول مش متعود عليه. تروح ساله السؤالين، عرقت يا عم ابراهيم، طرشت يا عم ابراهيم، هبعت لك الاسعاف يا عم ابراهيم. لازم الاسعاف، هذه الخمس حاجات. القيء والعرق ظاهره مش حلوه اطلاقا في الام الصدر، وده بسرعه على المستشفى، بسرعه شديده جدا، لان دخول المستشفى كل دقيقه بتفرق. لو خد الدواء اللي بيدوب بالجلطه بدري خلاص المشكله انتهت. لو دخل قسطره بدري المشكله انتهت، انما لو فضلنا بقى نفكر لا ما تخافش لا ما تقلقش، طب هاجي لك البيت، لا ما تجيش البيت. العين بيزعل، اقول له ازعل
يقول لي طب ما انا تعال لي عشان تقول لي اروح المستشفى، اقول له لا انا بقول لك من دلوقتي الوقت ده خساره، فهو يروح على المستشفى وكده. انما ده احد المظاهر لانسداد الشريان التاجي وهو الالم. المظهر الثاني خلل ضربات القلب. واحد قاعد في امر الله بيتفرج على التلفزيون مع اولاده وفجاه يلاقي قلبه ملخبط، سواء رفرفه اذينيه، ذبذبه اذينيه اي اف، او السرعه تسارع شديد جدا في تك، اي حاجه من دول قد تكون انسداد شريان تاكي. جت بصوره اخرى وهي صوره الايه، اختلال ضربات القلب. الصوره برضو المشهوره جدا جدا فجاه هبوط في القلب. قول لي انهي قلب؟ اقول لك القلب يا اليمين يا الشمال. اذا كانت الجلطه في العضله اللي في الشمال هيجي له بصوره نهجان وكحه ورغاوي طالعه اللي هو هبوط جهه يسرى. جهه يمنى قصه ثانيه خالص بقى، اوردت الرقبه منتفخه، الكبد انتهى شويه، في اصوات معينه على على الثلاثي، فحسب يا ترى الجلطه جت شمال ولا يمين تعمل هبوط. هبوط في الجهه اليسرى بتعمل احتقان شديد في الرئه اللي احنا نسميها ميه في الرئه يعني. العين بيطلع رغاوي. رغاوي اكيد بالمرة قديمة. اذا كان يمين كويس، اليمين يلخبطني مع جلطه الرئه. مع البلمري امبوليزم. الرايت انفاركشن مع البلمري امبوليزم. ونادر هو الرايت انفاركشن نادر؟ لا مش نادر. لا مش نادر. الكتب كانت تقول ان هو كان اقل كان ايامينا يقول لك جلطه عن شمال. لا لا خالص. مش نادر خالص خالص يعني. فده حسب انهي شريان اللي اتقفل يمين ولا شمال وكده. فادي احد الصور. او لا قدر الله يكون موت فجائي. الموت الفجائي احد اسبابه انسداد الشريان التاجي. انت عارف ان احنا بنبحث دلوقتي كيف نمنع الموت الفجائي. فبنجيب الناس دول قبل ما يشتكوا. اي واحد مثلا من اسره سيئه السمعه في القلب. الاب عامل قلب مفتوح والام حاطه دعامات والاخ جاله كذا، ده امسكه ولازم يشوف نفسه كويس جدا. او بقى يجي له شوك. الشوك اللي هي هتبقى كارديوجينيك شوك، اللي هي دي من اخطر انواع الشوك. اللي هي العضله مش قادره تطلع الدم لان في جزء عطل. فالباقي مش قادر. جزء مات. مش عايزين نقول مات لان جايز الحقه. هو زي الضفدعه. الضفدعه في الشتاء تقول عليها ميته وهي صحيه. فهي بتبقى جزء قاعد مرتاح كده، لكن هنحركه لو فسلكناه. ده في الشريان. دول اللي بنفرح بيهم جدا جدا يا ايمن، لما يجوا بدري يخشوا القسطره يسلكوا بيبقوا زي الفل، او ياخد الدواء. الدواء اللي هو بيفك الجلطات يعني. بس المهم بسرعه. السرعه دي يا ساعات الاقي احنا في المحور وقافلين وعربيه اسعاف نفسها تعدي وكل الناس ولا هنا. كل واحد بيفكر انه يمشي وراها. ده الانسان الوحش قوي قوي. اسوأ الناس اللي بيفكر يمشي وراها. اول حاجه ساعة. والله اتعلمناها لما سافرت بره، اول حاجه اتعلمناها ازاي تفضي الطريق للعربيه الاسعاف. تخيل دي محاضره. تخيل دي محاضره كيف تخلي طريق لعربيه الاسعاف عشان تعلم الناس. يعني انت لما تيجي تروح انت جاي هنا وجاي يمين وواقف. واللي بعديك يعمل كده بتشيب الشمال كله. دور دور ده هتلاقي في الشمال الفدي. او الحته اللي متعلمه باصفر على اليمين ما حدش يمشي فيها. فبيبقى صعبان جدا عليا جدا. العين ده لو وصل بدري هيقعد في وسط ولاده. انما التاخير ده خطير جدا. يا حبذا بقى لو نعالج المريض بتاع جلطه القلب في عربيه الاسعاف. طبعا ده المحترفين بقى قوي. يدوب له الجلطه في عربيه الاسعاف. تبقى هايله. اتشخص صح، عمل المعامل كلها، عمل رسم القلب وخد العلاج. يوقفوا المحمر يوقفوش مش هتفرق معاه بقى. ده القلب. في حاجه ثانيه في القلب؟ احنا كده خلصنا. كتير. بس دول امثله. انا بقول دول اشهر الامثله. ده كارديوجينيك. ده كارديوجينيك. هايبوفوليميك بقى ده سهل جدا جدا. بس نلحقه برضه بدري. لماذا؟ لو واحد فقد جزء كبير من دمه هيبتدي الجسم يعمل تغيرات، حتى لو اديت دم مش هيتصلح. حتى لو اديت دم مش هيتصلح. فلازم يتعالج بدري جدا. ست بتولد نزيف شديد بسرعه جدا. لازم عندها تصل الى اللي انت عايزه. عايز تشيل الرحم شيله، بس انقذ حياتها. لان لو سبتها فتره
ضغطها واطي كتير قوي هيبقى في مشكلة بعد كده هي مش هتقدر عليها ولا أي دكتور في الدنيا يقدر عليها. فدي برضو الهايبوفوليميا مهمة جدا. حوادث السيارات لازم يرجع المستشفى بسرعة جدا عشان يتعلق له دم ونصلح له ضغطه. تصليح الضغط ده بيبقى بأكثر من طريقة. يعني مثلا هقول مثل جيد جدا في القلب كارديوجينيك شوك. لما القلب يهبط كده ففي أدوية تعلي الضغط، لكن في مانوفر يعني حاجة بنعملها جميلة جدا. هو قلب ضعيف فبيعمل كده، يقوم يدوبك يطلع القلب فوقيه. طب ما نزق اللي فوقيه ده لبقية الجسم، احط له بالونة في الأورطة، اول ما الدم يطلع تتنفخ. لما تتنفخ هتروح زق الدم على كل جسم. انتر اورتيك بالون كاونتر بلسيشن دي رائعه رائعه، ياما انقذت حياه ناس. لما يجي لك شقط شوف الادويه ما نفعتش، ركب بالونه على طول، بالونه في الاورطه كانها قلب مساعد، قلب بتساعد الدم. كان قلب مساعد. فدي كويسه جدا جدا جدا. فحالات التنين اللي هي واحده ست ولدت وكده تصرف بسرعه جدا، اوعى تتاخر بسرعه. طبعا الدم هو الاساس، تعويض الدم من فصلته طبعا، ونخلي بالنا من ما سيحدث بعد ذلك. النوع الثالث الاوبستراكشن ده الانسدادي، انسدادي اللي هو زي جلطه الرئه، الدم طالع من اليمين لا السكه مسدوده، ما راحش الشمال، ضغطي واقع لان مفيش دم في الشمال او قليل. فده طبعا بنديله ادويه بسرعه جدا تدوب جلطه الرئه. جلطه الرئه عايزه قاعده يا ايمن كامله، ده من امبوليزم، ده موضوع كبير، عايزه قاعده كامله لانه مهم جدا 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 يعني، ومنتشر يا اقول ده منتشر لك يعني جدا. يا نهار ابيض. بس هو للاسف ومن الحالات اللي ما بتتشخصش، عشان كده العلم حط له قاعده حلوه جدا. العلم، العلماء حطوا له قاعده رائعه. انا يعني بفضل اكررها حتى وانا بتكلم عن المراره، اقول لهم خلي بالكم البرونكيولوز بتعالج، عشان يفضل الواد بتاع كليه الطب ده تخرج في ذهنه انت تعالج بالاشتباه، بالاشتباه ده انت حفظت وتريت بالمونيبوليزم واي سسبيشس بالاشتباه، اول ما تشك عالج. ما تستناش جلطة الشبانه دي تساوي بساتين حياه، بساتين على طول. فدي بالاشتباه. طيب بتيجي في مين؟ في ناس محدودين اللي رقت رجليه ما بتحركش، فده خطير جدا. بيحصل جلطات في الرجل والاكتر من رجل، الحوض، الحوض اكتر من رجل مليون مره. وتتحرك تروح على الرئه تقفل الدنيا وتعمل مشكله كبيره. عشان كده كثيرا من الناس اللي ناويين يقعدوا وما عندهمش اي موانع لمسيلات الدم بنعمل كده. اقول لك الراجل ده هيرقد كتير، اديله بقى هيبارين من الاول، اي مشتق منه يعني. عشان انا خايف عليه. طب في موانع الهيبارين؟ خلاص خلاص هو نصيبه كده. لا انسى واحد دخل لنا ايمن، كان زمان في يعني من 10 15 سنه كده، خط خبطتين في دماغه. فبقى شقط ومش عارف ايه، قعدنا نشتغل فيه شغل شهر والله. كل ما تحايل على جراح المخ والاعصاب اللي عمله عملها، اتخبط هنا خبطتين، معروف جدا عندنا في القصر العيني الراجل ده. فابوس ايدك الراجل، انا خايف عليه من جلطه رئه، يقول لي اوعى هيبرين هتبوظ شغلي. مات بجلطه رئه. احنا كنا متوقعين، مع انه عمل عمليات والله شغل جبار، ومات في جلطه رئه لانه هو اول ما ابتدى يتحرك طلع الحمام وقع. أميرة ديانا ماتت بريكارد الإفيوجن ولا رابشر؟ قال رابشر رابشر الشريان اللي رقوي فتح ما لحقوش. طبعا نزيف جبار وكده. ودخلت في شوكة يعني، برضو كانت بتكلم المسعفين والضغط بينخفض. على فكرة العين في الأول الشوك بيبقى واعي جدا. يعني كتير يقول لك انا يا دكتور انا بدوخ كويس. انا بدوخ يا دكتور، انا بدوخ الحقوني. تلاقيه انكشس جدا جدا، وده نعمه من عند ربنا ان هو حاسس زي بالظبط نزيف الجهاز الهضمي. العين بيبقى قلق جدا، حاسس ان حاجه بتحصل، وهذه نعمه من ربنا ان هو بيفقد دم.
فكل ما الدم قل حجمه كل ما بقى كده لحد ما يبقى شقط. دي النوع الـ 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 اللي هو هايبوفوليميك. النوع بقى الثالث بتاع سبحان الله ديستريبيوتيف. ايه بقى المثل بتاعه الجيد جدا جدا؟ هيباتورينال سندروم اللي هو الفشل الكبدي الكلوي. كنت مره في محاضره فبقول هيباتورينال سندروم اول كلمه اقول از رير ديزيز، مرض نادر. فعلا يعني لقيت واحده قامت كده قالت احنا بنشوف اليوم في الاسبوع 20 واحد. قلت لا دي لازم تتعلم بقى، لازم. قلت لها هناك فرق بين فشل كبدي زائد كلوي. الاثنين جم مع بعض ده كل يوم. كل يوم ده كل يوم ده زائد ده ده زائد ليه؟ كثير من الناس عندها تلف كبد وحصل فشل كبد وعنده التهاب في الكلى عنده سكر بوصله جالك بالاثنين. انما الفشل الكبدي الكلوي لا، هيباتورين ده موضوع تاني خالص، ده الاثنين باظوا في وقت واحد بعامل هنتكلم عليه اللي هو بوظ الدوره الدمويه. ده فساد في الدوره الدمويه وليس فساد في الكبد ولا في الكلى، ده فساد في الدوره الدمويه. انتهى هذا الفساد بان الكلى قفلت شرايينها خالص منعت البول. وخلي بالكم في التعريف لطلبه الطب الهيباتورينال سندروم في اخر التعريف ده وزاوت بريفيوس رينال ديزيز. برافو. ده لو في شويه دم في البول ما بقاش هيباتورين. بقى مرض. لا هقول لك دليلين بقى. الهيباتورينال سندروم اكله سليمه تماما. اكله سليمه تماما بس قفلت بالمواد اللي طلعت خلت الاوعيه الدمويه تقفل، احنا قلنا الديستريبيوشن باظ. تمام. طب الادله، لو الراجل لا قدر الله مات خدت كلويته زرعتها لواحد يعيش كويس جدا جدا، احلى كلوه بناخدها من الناس دول لو طبعا موافق يعني. نمره اتنين، لو زرعت له كبد يرجع تعود الكلى 100 100 مش محتاج زراعه صحته كلها ترجع. فالكلوه سليمه 100% ولكنها قفلت الشرايين جدا. طبعا احنا بنتكلم على الاوقات الاولى. فمنعت قللت البول وغيرت في الصوديوم والبوتاسيوم والكلام وعملت الهيباتورينيا. الفشل الكبدي الذي يؤدي الى فشل الكلى. في حاجه ثانيه، السبسيس اللي عنده ميكروب في الدم بيبقى نفس نوع الشق اللي هو ديستريبيوتيف شق. فدخلت ميكروب في الدم تعويره وتقيحت جراحه وكانت اوضه العمليات مش نظيفه، فبتحصل السبسيس ده او التلوث بيحصل معاه شق خطير جدا جدا جدا. نوعه ايه؟ ديستريبيوتيف. طيب افرض خدت عينه دم ايمن، عينه دم من واحد لقيت فيها بكتيريا وهو مش متعور، فبنبقى لايسين. طب البكتيريا جت منين؟ ده مش متعور، ده مش تقيح، ده مش صدمه تسمميه. لا، الضغط لما يوطى سبحانك الله سبحان الله، الامعاء احد الباريرز اللي فيها الضغط، احد الحماه السور اللي بيحميها، السور اللي بيحميها الضغط. فاذا الضغط وقع لاي سبب البكتيريا تعدي من الامعاء للدم. يبقى انت مبتدي كارديوجينيك شوك، انت مبتدي صدمه قلبيه من جلطه في الرئه ويموت بسيبتك شوك. دي ترانسلوكيشن اللي هي البكتيريا نقلت من الامعاء الى الدم. فدي طبعا ده ممكن يعني يخليه يعني بعد اذن حضرتك، واحد جاله جلطه في القلب درجه حرارته بترتفع شويه يقول لك بايروجينيك رياكشن، طلعت جزء من القلب مات بروتين 48 ساعه وعلي الثاني لا بقى سيبسس. بلاش كده. يقول لك اي عين شقط حط انبوبه وحط الانتي بيوتيك من غير ما يسخن. ايوه، عقم الامعاء عشان الحركه دي عشان ما يطلعش بكتيريا بتاعتها للدم. بالظبط كده. دي موضوع حديث جدا وجميل جدا جدا وبينقذ ناس كتير جدا دلوقتي. نورتنا يا فندم. الله يحفظك. شرف كبير لهذه الزياره استاذنا الاستاذ دكتور حسام وافي، كان منيرا كعادته في الدكتور. خليكم دايما مع الدكتور. التوائم اكثر عرضه للدرمويد سيست عن غيرهم، وان الام اللي ممكن يكون عندها درمويد سيست ممكن تلاقي بنتها عندها درمويد سيست، اسر بالكامل عندها اورام ليفيه بالكامل عندها اورام ليفيه، اسر معظمها عندهم بطانه رحم مهاجره، اسر عندهم فات بيحصل نتيجه امراض وراثيه.
وكأن الخلايا الجسدية أحيانا تتصرف بنظرية المستعمرات. لما زودنا بزيادة الوعي الصحي بمرض زي بطانة الرحم المهاجرة وقلنا إن هو ما بيجيش فقط بشكل آلام في ضوء ولكن مش دايما بشكل واحد ونمطي، ده مستخبي في ألف وش ووش، ده مستخبي في ألف قناع وقناع. الأستاذ الدكتور سيد الأخرس، استشاري أمراض النساء والحقن المجهري وجراحة المناظير وأطفال الأنابيب، الحاصل على الزمالة الأمريكية لجراحة المناظير المتقدمة والمساعدة على الإخصاب، عضو الجمعيتين الأوروبية والأمريكية للخصوبة، عضو الجمعية العالمية لجراحة مناظير النساء والمؤسس لمستشفى الأمم والمؤسس لأول مركز متكامل لعلاج بطانة الرحم المهاجرة في الشرق الأوسط، أحد أهم الكوادر الطبية في مصر والوطن العربي. اسمحوا لي في هذه اللقاء المهمه جدا ان نرحب بضيفي العزيز الاستاذ دكتور سيد الاخرس. اهلا بك دكتور ايمن. التوتر مرض قاتل ممكن يقتل المجتمع بحاله ومرض معدي، فمالك بالدكاتره بقى؟ ودي نقف قدامها شويه لان احنا هندخل اوضه العمليات اللي هي زي ما بيقولوا اكبر درجات التوتر. العياده فيها توتر، عياده البطنه، عياده الضغط فيها توتر، اما وتر في غرفه العمليات فأكيد القصص أكثر. أنا زمان بدأت كده بتتكلم على التوتر، وإحنا قلنا الحلقة وإحنا بنتناولها الجزء العلمي الأكاديمي اللي كان فيه شوية من الصعوبة لزيادة الوعي والفهم. بالعكس ده كان مهم جدا. مهم حضرتك شرحت بشكل أكاديمي يعني إيه توتر من ناحية الأكاديمية. والتوتر كمان زي ما تقول أحيانا بيبقى مجتمعي، أحيانا لما بيكون فيه ديزاسترز، ناشونال ديزاسترز، يعني ممكن تكون فيه كارثة مجتمعية، كارثة أهلية، كارثة في تسونامي حصل في بلد، حصل زلزال في بلد، حصل ثورات في بلد، حصل إرهاب وقضايا إرهابية في بلد، ممكن يزود فوق يعني فرصة الخوف والتوتر والقلق. حد خايف يودي ولاده المدرسة، الآن من الانفجارات اللي بتتم، الآن ممكن يحصل خطف، الآن يحصل مش عارف إيه، مشاكل مادية الآن، إن هو هيكمل في ولاده إزاي في المدرسة دي، هيتخرجوا من المدرسة أو لأ، كل دي انعكاسات رهيبة جدا. المرض مش معناه إن هو في أوضة العمليات وفي عيادات فقط، والمرض أسبابه مختلفة، كل دي بتؤدي إلى أسباب إلى الأمراض، وبالتالي محتاج نفهم التوتر ومعالجته، وإن أنا أقدر أكون إزاي لو كان التوتر بسبب الشغل، لأن معظم وقتنا في شغلنا محتاج، وده كلمة الفايت اند فلايت، محتاج انك تاخد هدنة شوية، تهدى شوية وتتعلم تاخد الهدنة وتتعلم تعمل حاجة اسمها ريدكشن ستريس تكنيك، وده تكنيك يقلل الستريس، وده هناخده بخطوات في اللي جاي. زي ما انت قلت لي احنا مش عاوزين مجهودنا يتم في حلقة فازاي الستريس ده والريدكشن ستريس تكنيك ده تقنية تقليل التوتر. حتى الرياضة مش مجرد راح جيم أو جايب مشاية في البيت. أنا أقول لحضرتك على حاجة، الرياضة الجيم وتصدير أخذ المنشطات ومكملات الغذائية في الجيم خلق جيل متوتر جدا، لأن المنشطات دي فيها هرمون تستوستيرون، فالولاد ال 25 30 سنة اللي هم البودي بولدر أقعد معهم في أي حاجة تلاقيهم متوترين جدا. متوترين في حالة عدوانية كامنة، يعني هو رايح يسهر او رايح يخرج او قاعد في جاهز. هو عايز خانق من غير سبب. يعني عضلاتي دي لايه؟ لا هو إيه؟ كمان مش بس عضلاتي دي لايه، هو واخد حاجات مخليها في الحاله، مخلي ادرينالين عالي دايما دايماً. مشكله، وفي نفس الوقت بيأثر على قدرته الجنسيه والانجابيه الاثنين. عجز جنسي وضمور خصي، ضمور خصي بسبب التستوستيرون الموجود اللي بيعمل نيجاتيف فيدباك على الغدة وعلى الهايبوثالاموس وعلى البيتويتري، وبالتأكيد ينزل تاني مصنعات الحيوانات المنوية كلها بتبدأ تفشل. غرفة العمليات، غرفة العمليات، غرفة العمليات دايما بتشوف أسباب رهيبة جدا، أحيانا من ناس بتتعالج بقالها فترة أو ما عندهاش المشكلة وحلها، وده لوحده بيسبب بيزود التوتر، مش لاقية حل. زي ما اتفقنا نربط دايما الأحداث والحلقات ببعضها، أنا بقى عندي يطم طبي نتيجة إن أنا بقى لي فترة عمالة أتعالج ما بوصلش للحل، عندي مشكلة مش لاقية لها مخرج،
وعندي مشكلة مضاعفة دلوقتي ومش عارف أعمل إيه. هنبدأ بالحالة الأولانية النهاردة لمريضة 33 سنة. نبدأ بيها لو نزل على الشاشة التاريخ التاريخ المرض. ألف عين أول حالة عندنا النهاردة. لا حالة مثيرة جدا. نشوف جداً. فيها مخرج حلو قوي وفيها تقنية عالية بجد أنا عجباني جدا. 33 سنة متزوجة بقالها 15 سنة إجهاض 3 مرات وقيصرية 3 مرات. منظار بطن من 13 سنة قبل بعد سنتين بعد من الجواز وبعد كده حصل فيها حمل. بعد كده بدأ يحصل إيه؟ ألم. من آخر قيصرية ألام. ألام ليها علاقة بالدورة وليها علاقة بالجماع وليها علاقة بالمشي والحركة وليها بتعمل ليميتيشن في كل حياتها. لو كحت أو عطست ألم في بطنها. اتشخصت تشخيصات مختلفة. حصل الدورة اختفت. اختبار حمل موجب. سونار مفيش حمل. ألم توتر سونار أخير في مفاجأة هنأجلها لغاية لما نشوف. دخلنا بالمنظار نشوف حدث مش بيتشاف أبدا من بره. صورة نرجع كده ثانية قبل ده ينفع نرجع ثانية قبليها نرجع ثانية قبليها أول الفيديو أول الفيديو نرجع نخش بقى بس نمشي بالتدريج كده بالراحة خالص. رحم بالكامل معلق ملتصق في جدار البطن معلق معلق لغاية لما كنا بنشوف الصورة دي قبل كده بنقول في التصاقات ما بين الرحم والبطن عادي. وبننزل نحاول ننزلهم لو عندنا قدرات ممكن تنزف لأن مش عارفين التصور والخريطة اللي ممكن تكون موجودة أو لغاية لما نوصل للمرحلة الجديدة دلوقتي إيه السبب ده؟ هل وضع الرحم اللي كان مايل للخلف مخلى عنق الرحم أو الجرح بتاع القيصرية قريب من عضلة البطن فحصل الالتصاق؟ ليه حصل الالتصاق؟ ليه الألم من أيام يوم القيصرية لما تم سخنت وتعالجت وبعد كده الألم فضلت مستمرة؟ فالتفسير المنطقي بقى موجود إن في التصاق ما بين جرح القيصرية وجدار البطن. ليه؟ عشان في فتق. فتق فين؟ في الرحم اللي اسمه ايه؟ النش. اللي حصل لإيه النش يعني ايه؟ يعني خروج بعض محتويات الرحم مع القيصرية الى بره الرحم فبدأت تثير الخلايا الالتهابية منها منديل البطن راح يحوط الجرح. اتنين التصاق ما بين جدار الرحم الامامي لجدار البطن العلوي فتعال نشوف القصه كانت عامله ازاي. بندخل نكمل ادي الرحم منديل البطن الجزء الاصيل اللي بيؤكد علينا ان في مشكله ما تحت موجوده. فمنديل البطن فك التصاقاته دلوقتي ما بقتش عشان بنفك التصاقات قد ما بنعرف ان منديل البطن لما يتورط في التصاقات عشان يفضح كانت مشكله موجوده تحت فكنا الالتصاقات اللي كانت نازله عشان يغطي المشكله اللي موجوده في الرحم. هنبدا هنا بنسلك الانبوبه. شوف الشده اللي فاتت دي ارجع كده لورا ثانيه تاني ارجعها تاني سنه ارجع سنه ثانيه اقف بقى سنه ارجع سنه. بص يا دكتور عين البرزخ ان ما بين الانسجه وبعضها البلين اوف كليفج لما بتشد شده وتقص قصه كربون دايوكسيد اللي احنا مش شايفينه يخش يعمل بابلينج جوه فقاعات تؤكد لك ان ده المكان اللي تضرب فيه ضربه المقص الثانيه لانها دي المكان اللي هيقدر يبعد الانسجه عن بعضها وبالتالي تقلل فرصه النزف مكان الفصل اللي بيسميه مكان الفصل حد الفصل وبالتالي ما انا عاوز بس افسرها لك قوي وبالتالي فرصه رجوع الالتصاقات بتبقى قليله جدا لو وصلت للبلين اوف كليفج ده. فتعال نكمل بص تراكشن خفيف قصه طرف المقص وتراكشن خفيف بنشتغل على انبوبه فيري ديليكت رقيقه جدا ما ينفعش تخدش من بره والا هيحصل فيها التصاقات مره اخرى. هنبدا تراكشن خفيف
وقصه خفيفه بروتون يرجع، تراكشن خفيف قصه خفيفه بروتون يرجع. ليه بقى؟ عشان عشان نوصل من ورا ده بجد بجنتل جدا 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 مع الامسجه. اتقال بقى بكده يعني شد خفيف قص خفيف بروتين يرجع بروتين يرتاح. نكمل. بص هنا من ورا دي بقى ده الراوند ليجامنت. بص كده بص الرحم بتبدا تدخل في الكهف ده تفصل ما بين الرحم والمثانه البوليه. طيب لان الحاله دي فيها مفاجاه رائعه جميلة لما توصل ليها في الآخر وتوصل لفك شفرتها. هنا في صعوبة رهيبة في المنطقة دي ما بين جدار البطن وما بين اللاترال أسبكت اليوترس عند الانسيرشن بتاع اليوتراين بتاع اللي هو الشريان الرحمي. هنبدأ بالتدريج القصة خفيفة من الهايبرتروفايد يوتراين ماسل اللزقة في جدار البطن الأمامي. هنبدأ نقص بالتدريج بالراحة بالراحة. ليه؟ عشان ما نخشش في يوتراين تيشوز، مش عاوز نخش في نسيج الرحم نفسه، عاوز تخش لأن هنا كأن حصل ملت وانصهار ما بين الرحم وما بين جدار البطن الأمامي. بالراحة وبالتدريج المثانة بنبدأ نستبعدها ونطلعها في مكانها الطبيعي ونبدأ نفصل ما بين اليوتروفازايكال باوتش اللي هو ما المكان اللي ما بين المثانة البولية والرحم. هنا هنكمل كل ده القص ما بين اللي هو الامبلايكال ليجامنت او اللاتر الامبلايكال ليجامنت اللي لازقه الرابط بتاع السره. بص هنا بدانا نفصل تاني اهو ما بين المثانه البوليه والرحم. ايه العنف في الالتصاق ده؟ ده النش. النش عمل ايه هنا؟ حصل التصاق بينه وبين جدار البطن وكان جدار البطن الفتق الرحمي وكان جدار البطن كان بيحاول يعمل عمليه التئاميه للجرح الموجود للنش. لسه بقى وصلنا للنش. بص بقى المنظر ده النش. النش هنا هو الجزء الاسفل من الرحم فوق عنق الرحم مباشره. في ايه بقى؟ عملنا منظار رحمي واحنا شغالين دلوقتي وقاسمين. اقف هنا بقى ثانيه واحده. ارجع لي كده كيس حمل داخل النش. اكتوبك يعتبر اكتوبك. اكتوبك حمل خارج الرحم داخل الرحم. نكمل في كيس في الفتق. وده من اصعب الحالات اللي ممكن حد يواجهها ان يحصل حمل داخل النش لان التعامل معه ممكن يحصل نزيف رهيب يؤدي انك انت تستأصل الرحم. واحيانا تبقى صعوبه رهيبه لو مش عارف الوضع التشريحي انك كمان تبقى صعوبه انك انت تلاقي النزيف في كل مكان ما تقدرش تسيطر حتى على الرحم. يعني القصه مش انك تشيل الرحم بس، ان النزيف ممكن يحصل. او لو انت هتشيل الجزء بقى تعمل دراسات كتيره هتتعامل مع الحمل داخل النش ازاي. هل ينفع كيوريت؟ استحالة. كيوريت لو حد كيوريتاج يعني كحت استحالة وممنوع تماما. هل ينفع ان يعمل ساكشن؟ بص بقى الصورة هنا ساكشن. بص شفت تاني الصورة دي تاني. هل ينفع شفت؟ بص النش اهو تحت الالومنيشن موجود وهنبدأ نستدل بيه تحت الإضاءة الداخلية اللي حصل في النش من داخل منظار رحمي. وبعد كده هنبدا نشيل الجزء النش ده بالحمل ونصلح الرحم مره تانية. هل ينفع شفت؟ شفت كده تحت سونار ونبدا نشوف عشان لو حصل نزيف. بص خلي بالك هنا. بص خرج الكيس اهو شايف بدايه الكيس. نكمل. انفجار ده؟ لا ده السائل اللي جاي من المنظار الرحمي. اوكي. بنقص هنا ادي النش اللي عامل قبه وتحتيها الكيس هيطلع دلوقتي بتاع الحمل. نركز بالراحة كده. الناس ما كانتش فاهمة النش ولا فاهمة ان ممكن يحصل حمل داخل النش. والحالات اللي زي كده كانت بتضل وممكن يحصل مشاكل معاها ونزيف. فتحنا النش بالكامل اهو.
ادي كيس الحمل اللي كان لازق في النش وجوه. بقت في تفسير ليه بنعمل سونار اختبار حمل موجب وسونار مفيش كيس في الحمل، وبدأنا نشيل وبعد كده نجري شويه نجري. ادي كيس الحمل. ماشي. بص حاله مش متكرره. يعني مش بسهوله انك تشوفها في الفتره الاولانيه دي. كانوا بيتعاملوا ان ممكن نعمل ميزوتريكسيت، ناخد بعض الحقن اللي تنشف وتموت نسيج الحمل. دخلنا بالمنظار وادي النش اللي اتشال، وبعد كده نصلح الرحم وضعه الطبيعي مره تانية تحت وجود الساوند او المجاس الرحمي، وهيتقفل الرحم في تو لايرز موجودين سواء كان كونتينوس او يعني خياطه مستمره او انتربتد. فيرست لاير وسكند لاير يتقفلوا ويرجع للرحم مره تانية يخش في وظيفته مره تانية. وبعد 6 شهور من العمليه دي، بعد ما بنوقف الدوره 3 شهور وبنمنع الحمل لمده 3 شهور، بعديها 6 شهور يحصل تاني فرصه الحمل تكون موجوده، وبعد كده تبقى فرصه الحمل هتبقى قيصريه، بتنتهي بقيصريه. بنشد الانتباه هنا عشان التوتر يقل، عشان مشاكلنا تقل. لازم نعرف لما نعمل قيصريه في الثانيه في الثالثه، فاحنا عندنا فرصه لحمل داخل جرح القيصريه الداخلي في الرحم، او لو الحمل ده اكتمل وكمل فده الحمل اللي يعمل بلاسينتا اكريتا اللي شفناها يحصل مشيمه متزحزحه تبقى منغمسه بتلتصق في المكان وتنغمز وتخترق جدار الرحم، وممكن تبقى اكريتا او انكريتا لو دخلت في عضله الرحم، او بيركريتا لو عدت جدار الرحم وبدات تخش كمان في المثانه البوليه او احيانا في الامعاء. ده يعلمنا كلما زاد معدل القيصريات كلما زاد التأني في اتخاذ قرار لحدوث حمل مرة أخرى، أو حمل على بينة، أو حدوث حمل وتباعا متابعته، عشان لو لقينا حمل في البداية زي المرحلة دي ننهي الحمل وننهي المشاكل. لما كنا بنقول في قبل كده في حالة وجبناها شلنا الرحم بالمشيمة بكله، كنا نقدر نمنع ده لو في بداية الحمل زي حالة زي كده. الحمد لله أقصد قدرنا نمنع ده من تكرار اللي كان ممكن يحدث في المستقبل. ودي رؤية المنظار. منظار معناه أحيانا إيه؟ إنه مش تشخيصي أو جراحي. فلسفة المنظار إنك أنت من خلال المنظار كنت تقدر تشوف الوضع السابق كان إيه. يقولك تاريخ المريض كان إيه، أدي الالتصاق وأدي النش، ويقولك قراءة للمستقبل لما كنتش دخلت دلوقتي كان ممكن ده هيكون مصيره ايه. الاكسبكتيشن. تعال نشوف الحاله اللي بعد. الحاله اللي بعد كده برضو حاله يعني هناخد الف عين. الحاله الف عين ولا صاد ميم؟ لا الحاله ناخد صاد ميم. صاد ميم خلاص دخلوا دي. لا لا خلينا في صاد ميم بقى. احنا هنقي برضو مش هنمشي بالترتيب يعني. طب يلا صاد ميم. نبقى عندنا ديمقراطيه صاد ميم بس عندنا الديكتاتوريه في نفس الوقت. انا بحب الديكتاتوريه اللي جوه اللي هي دي. بص صاد ميم 37 سنه، متزوجه من سنه. الام مزمنه في الحوض وتاخر حمل سنوي، ألام شديدة في الدورة الشهرية، ألام أثناء الجماع، فتح بطن سابق 3 مرات، استئصال كيس على المبيض، وحمل خارج الرحم. نوقف بقى كده. منظار بطن سابق 2006، فك التصاقات، أشعة بالصبغة 2012، انسداد قناة فالوب، وإجراء 3 محاولات لحقن مجهري. تخيل كل ده في الفترة السنة وما تلا ذلك. سنة يحصل التاريخ ده كله. 3 مرات فتح بطن، 3 مرات حقن مجهري، وحمل خارج الرحم منها. طيب هنا المنظار كان جميل جدا لفك لغز كان مرتين يفتحوا على انه حمل خارج الرحم، ما يلاقوش حمل خارج الرحم بالرغم ان كان حمل موجب،
وموجود بالفحص بالانفستيجيشن وموجود تحليل. بالسونار ان في تجمع موجود جنب الرحم يؤكد ان في حمل خارج الرحم كيس موجود ويتم الفتح وبالتالي لا يستدل على وجود حمل خارج الرحم في البطن. فتح بطن 3 مرات. تعال نشوف بقى المنظار رغم ان عامله منظار سابق 2006 اللي المريضه كانت لا تعلم عن نفسها شيء واكتشفنا شيء بالرغم ان السونار لم يكتشفه. ادي رؤيه المنظار التصاقات بشعه التصاقات مع منديل البطن ومع الامعاء التصاقات هتلاقيها معقده دايما كل التصاق ليه بصمه خاصه بيه جدا الكل اسمه التصاق وكل اسمه فك التصاق لكن كل التصاق خاص بيه هو وخاص بمرضته وخاص بطريقه فك شفرته. هو مقص في الاخر بيقص ومنظار يرى ولكن الخطوات احيانا بتبقى مختلفه. البرنسبلز واحده والقواعد واحده بتحط رولز وبعد الرولز بروتوكولز صح لكن في الاخر بتصل الى نتيجه مختلفه من كل حاله للتانيه. بعد ما بدانا نفك لقينا المفروض ان دي مورجاجني سيست تقول ان في قناه فالوب موجوده الناحيه دي التصاقات بشعه عنيفه بنحاول زي ما بنقرب جدا جدا من منطقه الفصل لان القولون هنا بعين يعني بكامله ملتصق على الجزء الخفي من الرحم وعلى الانبوبه اليسرى. بدانا نفك القولون وبدانا زي ما انت شايف تراكشن وانت تراكشن وبخفيف جدا كيس بدا يخرج من تحت الرقام والانقاض كيس شمال على المبيض الايسر وبدانا نفك الالتصاق ما بين الكيس وما بين الميزوكولون اللي موجود مع القولون والفات اللي هو اللي الفات دايما بنقول الاور فريند بتاعنا صديقنا اللي بنستدل بيه وبنقول ان دايما لازم يخش ميديالي ميديالي يبقى انت تاكدت انك انت وديت القولون في مكانه الطبيعي. وبدا نفك الالتصاق ما بين المثانه البوليه وما بين الرحم فبدات تظهر صوره كانت مختفيه لان الرحم بالكامل مدفون تحت الالتصاق ده جزء ظهر. المفاجاه نكمل التصاقات عنيفة جدا هنا المثانة ايه ده هنا نص رحم ضامر موجود اللي اتشخص قبل كده في المرات السابقة انه حمل خارج الرحم نتيجة ان رحم ضامر وكانش مشخص بالرغم انها اهو الرحم شفت الرحم ده اللي ماسكينه ده الرحم ده غير الرحم غير الرحم الاصيل ده تحت الانقاض وهنستأصله لانه كان كور ده بالانبوبه من الالتصاق انبوبته مش شغاله لانه رحم ضامر فشلناه لانه كان جزء من الالام وجزء من عمليه الالتصاقات اللي موجوده وتشخص 3 مرات قبل كده انه حمل خارج الرحم وبتتفتح البطن. ما كنتش هتوصل لده حقيقه بقى بدانا نفك الالتصاقات اللي موجوده وهيوصل المنظر في الاخر خالص الى شكل راقي جدا ورائع جدا من عدم وجود الالتصاقات. عشان تصل الى اي قرار داخل الجراحه لازم يكون عندك مهاره فك الالتصاقات. الحوض المجمد مش بوابع نستطيع التعامل معه ولو مش هتتعامل معاه اعرف انك هتفضل دون مستوى التعامل في اي جراحه. الرحم لو عاوز اشيله لازم تصل الى فك الالتصاقات. المبيض لو في كيس او ورم سرطاني لازم تتعلم فك الالتصاقات. لو الزايده ملتصقه وموجوده تحت لازم تفك الالتصاقات. لو مبيض ملتو وملتف وفي تورشن لازم تتعلم فك الالتصاقات. لو فضلت تحت مستوى او دون مستوى ان انا لو دخلت هلاقي مشاكل طب نعمل لها ايه؟ تتعايش لان انا خايف اخش بالمنظار لحسن اخش في الامعاء واخرمها. ما انت طول ما انت واخد القرار ده مش هتخش في بطن وهتفضل تحول كل الحالات اللي بتجيلك. امتى هتاخد الخطوه والمبادره انك تتعامل في وسط تيم
زي ما كنا بنقول الاسترس على المريض وعلى الطفل واحنا بنربيه وبنحسن الهيلث ديفلوبمنت وبنقول يبقى في اسره تقدر تحتويه الاسترس عليه بيقل وبيخرج من الموقف ده وهو معافى. كذلك الطبيب الصغير او في بدايته او اللي ما عندوش مهاره المناظير لما بيتعلم المناظير وفق رؤيه حقيقيه الاسترس عنده بيقل. ولو في وسط تيم تخصصات مختلفه الاسترس عليه بيقل. لو محتاج تدخل من مسالك بيساعده فبيقل. لو محتاج تدخل من جهاز هضمي فبيقل وبتتحرر الحاله بالكامل، غير ان يقول للمريضه ويرفع عندها درجه الاسترس لو عملت العمليه هيحصل لك وهيحصل لك وهيحصل لك، وكانها لما بتيجي تمضي على كونسنت كانها بتمضي اوراق للمفتي انها خلاص رحله بلا عوده هتخش في متاهه كبيره. وبالتالي لابد من هنا ان احنا كمان نختلف. نختلف بمعنى ايه؟ تو تشينج، تتغير. تتغير ازاي؟ تشتغل على نفسك. ليه؟ والله ما هتقوم من النوم في يوم من الايام تبقى جراح شاطر وانت ما اشتغلتش من البدايه وكنت في الاسترس واندر استرس واشتغلت على نفسك. لان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. غير معتقداتك وطريقتك وفكرك، عدي المرحله دي، ما تنكرش لانك بتشوفه. ينفع تنجح كتير جدا وتنجح زي كل السابقين اللي سبقوك لانهم خدوا بأواصر العلم، لان العلم هو اساس الطب. وبالتالي بتستخبى في علم وبراكتس، والبراكتس مينز اكسلنس، التعامل والاستمرار في العمل بيؤدي الى التميز والتفوق والرقي. حتى لما بيدوك شهادات خارجيه بيسموها ايه؟ سنتر اوف اكسلنس. يعني ايه تميز؟ من ايه؟ انك انت عشان تيجي تقول انك انت عاوز تاخد من اوفرسيز سيرتيفيكيت ان انت سامون انه انت بتشتغل في المجال ده، فبيشوفوا عملك وبيشوفوا انت قد ايه كنت داخل تشتغل في المنطقه دي. عشان تقول بشتغل اندومتريوزس او بطانيه رحم مهاجره لا يعني انك انت دخلت شلت كيس دموي على المبيض، سواء استأصلته او استأصلت جزءه او استأصلته بالمبيض. الاصل فيه طبعا الحفاظ على المبيض، وخصوصا في فتره لو بنت صغيره او حد بيدور على الانجاب. طريقه العمل وطريقه نزعك للكيس اللي على المبيض بالطرق المختلفه اللي لازم تكون عارفها تماما وعارف تبعاتها وعارف اني اله اللي تعمل معاها في الجزء ده، وتوصل في الاخر الى جزء الديب انفلتريتنج اندوميتريوزس، بطانه الرحم المهاجره المتوغله. فهتخش فين؟ في الحاجز ما بين الريكتو فاجينال والبارامتريوم في الاجزاء دي، وبيشوفوا شغلك انت واصل ازاي في الباراكوليك بتخش ازاي في الاجزاء اللي جنب القولون وجنب المستقيم، وقدرت تتعامل مع الجزء ازاي ده، وتقدر تعمل ريسكشن انستموزس وتستأصل الجزء اللي موجود في القولون او المستقيم وتقدر توصل. هو ده بطانه الرحم المهاجره، ان عشان ما نختصرهاش للناس هتقدر تعيش بيها. مش هتقدر، بتنزف من المستقيم. انسه لسه بتكلمني وانا جاي دلوقتي بتنزف، بتقول لي الدوره الشهريه خارجه من المستقيم، خارجه طلق ولاده وهي انسه وبينزل كميه دم غير طبيعيه، واحتاروا فيها اطباء احيانا للجي اي تي منظار 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 والمشاكل وارثريتيف كولايتس والقصه. بطانه رحم مهاجره احيانا بتبقى بشعه وسخيفه. هتتعامل ازاي؟ هتجيلك انت ولو موجوده في الحاله بتتعامل معاها ازاي؟ بطانه رحم المهاجره لا تختصر في كيس شوكليت خلاص قالب به حد طالب امتياز ممكن يتعامل معها او عارفها. القصه الثانيه الجميله لما بتقدر تتعامل معها وتخلص منها. الجزء الثاني في التوتر بقى، يعني احنا ما اعتقدش ان احنا ننهيه في جزء واحد. لا طبعا، يعني اعتقد انه هيحتاج الى اجزاء. ده احيانا الكلام في التوتر بيوتر. يعني عشان كنت اجمع نفسي واتكلم في التوتر انتبني اوقات من التوتر عشان ابدا الم التوتر اللي موجود في صفحات الكتب
عشان اقدر استوعبه واقوله من غير موتر اللي بيسمع، لانه عنده توتر عاوز يخرج من هذا التوتر. في عنده توتر؟ لا طبعا انا توترت. يعني هنكمل جزء تاني له ولا هيظل في المنظومة يعني، ولا هيدخل معانا في منظومة؟ احنا دايما عاوزين نربط الاحداث ببعضها زي ما انت شايف، التوتر بالأورفان ديزيز، بالتعامل، برفع قيمة الامل داخل نفوس البشر، بجد انا اوصل لك المعلومة بشكل حقيقي، بشكل مبسط، بشكل بجد. انا محتاج طاقة ايجابية عشان اقدر كل يوم اروح اشتغل في غرف عمليات فيها مشاكل متعددة ورهيبة، البطون مفتوحة 12 و13 مرة. لو ما عنديش الطاقة الايجابية انا مش هعرف اكون ايجابي، لا ليا ولا للتيم ولا للمريضة، ولا اعرف اتكلم، لان انا عندي مخاوف وعمالة تزيد وعمالة تهزمني وعمالة تقزمني، وعمالة كمان وانا بتعامل مع مريضي انا دون مستوى حلمه وامله. هو جاي يحلم وانا عاوز اكون جزء من حلمه، وانا بجد موافق ان احنا نصل الى ده بشيء من التحديات، واحنا قبلينها لان بجد مستخبين في قدرات ربنا، لان احنا قدراتنا محدودة لكن عطاء ربنا غير محدود. وهو طالب منك افلا يتدبرون، عاوزك، واتيناهم من كل شيء سببا فاتبع سببا، عايزك بس تتبع الاسباب، اسباب علم، ولما تعقلها قوي وخدت باسباب العلم قوي توكل بقى. اعقلها وتوكل. اعقلها وتوكل، لكن يبقى التوتر قصه مثيره جدا، لان التوتر موجود، مريض ازعل، دكتور طبعاً. اغضب، مريض اهرب، اهله طنش، كل تخلى، في الاخر مريض ايأس، في الاخر مريض اكره، في الاخر الكل يتضايق، وفي النهايه محدش يكسب. طبعا دكتور سعيد نور. انا هاني بيسبق بالفيلم ده كاننا وانت في الاخر خالص، واللي حوالينا بيركبوا عربيه ماشيين على الطريق، يا اما ادوس بنزين واجري بسرعه وفي الاخر خالص بسبقك، بس في الاخر لقيتك لسه في او انت لقيتني في الاشاره واقف، ما زادنيش غير التوتر والقلق والعصبيه، وحد تاني مستمتع برحلته الى ان يصل. محتاجين شويه حكمه في حياتنا. انت نورتنا وانت دكتور سيد نور، كتر خيرك. جمهور تابع دكتور. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور سيد الاخرس كان في واحده من اهم حلقاتنا على الاطلاق، التوتر في المجتمع العربي والتوتر في المجتمع الطبي. خليكم دايما مع الدكتور، ما تروحش في حته تانيه.